بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. مشهد كروي ملتبس مرتبك عشوائي غير مسبوق فيه تبغبغ اللخبطان. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين. يمكن الكلمه الاخيره اللي لخص بها المهندس عادل القيعي هذا المشهد الان فيه تلخبطه تبغبغ اللخبطان، مش تلخبط البغبغان، هو تبغبغ اللخبطان. شفتوا حال مايل اكتر من كده؟ شفت في خط مايل. شفت الخط المايل. اهلا بيكو. اعتقد في هذا الظرف الرياضي مش بس المرتبك ولا الملتبس، المشتبك كمان، لانه الحقيقه احداث كتيره، حقائق كتيره تايهه، اصوات كتيره زعقه عاليه جدا، وناس كتيرة مظلومة. عشان كده هنرجع نفكر الجميع بملك وكتابة ونهج ملك وكتابة وأساسيات منهج ملك وكتابة منذ أن ظهر حتى الآن. هتلاحظوا في حلقة النهاردة المحتوى دسم شوية، في كتير من المشاكل، في كتير من المواقف، في كثير من المواقف اللي محتاجة نقف عندها، لأنه فترات كتيرة الحقيقة ترفعنا، سكتنا، تجاهلنا، أو بالعربي طنشنا. فالناس فهمت الطناش غلط، والناس فهمت الترفع غلط، والناس فهمت محاولة ان احنا نرتقي شوية بالتعامل العام برضو غلط. بس انت وعدتني ان احنا نرجع النهج اللي هو ايه، انك بترد يا بالوثائق يا المستندات يا كل واحد بيرد على نفسه، كل واحد بعظمة لسانه. يلا، عشان كده حلقة ثرية جدا فيها 7 موضوعات. كمبالة، الفوز يا رجالة، الأهلي عدى الحدود الصعبة ومش عاجب، الحال المايل في الخط المايل، ويبقى السؤال هي سوبر ولا ودية؟ ونجيتوا للحقيقة الفار والتفويض وكلام يضحك، وحديث الساعة الجبلاية، أزمات ومجاملة الأهلي، وأخيرا إن كنت ناسي أفكرك. حلقة فيها 7 موضوعات مهمة، أتمنى أن احنا إن شاء الله نحاول نناقش كل هذا المضمون، ونتمنى أن تسعدوا بيها كما نتمنى للجميع أن يتسع صدره للنقد الموضوعي يا رب. نحن معنيين بالموضوعات مش بالأشخاص، لكن الموضوعات الحقيقة من كتر ما تشبكت مش عارفين حرفوك وخيوطها ازاي، فجئنا بكل واحد بيقول ايه وبيرد على نفسه ازاي، جئنا باللوائح بتقول ايه في الموقف ده. عندنا مجموعة من الأسئلة ان ما كناش احنا هنجاب عليها هنتركها مجرد أسئلة يمكن في حد يجاوب. بكرة ان شاء الله الأهلي بيواجه مباراة مهمة جدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في برج العرب، المباراة في الجولة الأخيرة أو جولة المهمة جدا في المجموعة الأولى بدور الثمانية أو دور الستاشر لدوري الأبطال. باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي تحدث عن مباراة الفريق أمام كمبالا سيتي، أكد على صعوبة المباراة، تحدث عن انضمام مؤمن زكريا لصفوف الفريق، وقال إن مؤمن لاعب مهم في الأهلي وشارك معاه بشكل أساسي لفترة، وهو عنده ثقة في إمكانياته ويتمنى أن يستعيد اللاعب مستواه بشكل سريع. في المؤتمر الصحفي أيضا، الأول باش نتوقف عنديه يعني عشان الناس تملي، أما بيتاخد قرار يقعدوا يفسروه على مزاجهم، لكن اللي عارف أسباب القرار هو صاحب القرار. أيوه، مؤمن زكريا هو قال لك لعيب مهم، وهو لعيب مهم مش عايز أناقش. لو مؤمن زكريا استعاد مستواه، قوة هائلة تضاف إلى النادي الأهلي أو إلى هجوم الأهلي ودفاع الأهلي أيضا، وإلى تكتيك النادي الأهلي وأسلوبه وستايله وشخصيته. إذن لعيب مهم نرجو أنه يستعيد نفسه وبسرعة. كارتيرون قال أنه الأهلي عنده حسابات خاصة جدا من الناحية الفنية، وقال أنه الأهلي بيشارك مباراة كل 3 أيام. الأهلي لعب في العيد مباراتين في يوم العيد، مرة في أول يوم العيد ومرة في آخر يوم العيد. فكارتيرون بيقول الأهلي بيلعب مباراة كل 3 أيام، بيقول دي مسألة
تصعب حتى على أسر اللاعبين نفسهم استيعابها. وقال المدير الفني ان انا بتمنى انا بس عايز اتوقف عند الحته دي يا استاذ ابراهيم برضو عشان الناس بتجرد اللعيبه من انسانيتها ومن شخصيتها. مين فيهم مين فينا مين فيكم يقدر يقول لاسرته انا عندي ماتش اول يوم العيد وماتش اخر يوم العيد؟ يعني تاني يوم العيد هيقدر يشوف اسرته وبعدين هيروح عشان المعسكر عشان يلعب ماتش تاني، هيسافر يلعب او هيخش معسكر عشان الماتش التاني. وبعدين نقعد نتكلم على المستوى والنظر على بعضنا ونبقى احنا اخطر على الاهلي من اي حد تاني. قال المدير الفني ان في ثلاث لاعبين مميزين في هذا المركز بالنسبه لخط الهجوم، وقال ان انا ما عنديش قلق، بالعكس انا محظوظ ان عندي ثلاث فراوده كويسين بتمنى مشاركتهم في نفس الوقت. وقال ظروف كل مباراه هي اللي بتجبره على رؤيه معينه في اختيارات التشكيل. قال انا ما عنديش حاجه اسمها استبعاد لعيبه، انا بحاول ادير المساله ان انا اريح اكبر عدد من اللعيبه، احاول ابعد بعض الناس عن الاجهاد ومن ثم الاصابه، فاراحه بعض اللاعبين بتبقى لاسباب انا دارسها كويس حفاظا على اللعيبه من الاجهاد ومن خطر الاصابه. هو انا دي كلمه مهمه جدا، لان دايما يقول لك استبعاد فلان وفلان وفلان. يا جماعه الاستبعاد ان يبقى عندك حاجه، انا بلاحظ ايه بس اقول وجهه نظري وبعدين هسمع وجهه نظر. يعني الاستبعاد هو الاساس ان عندك فرقه بتنقي منها اللي هيلعب، يبقى اسمها ايه؟ مش استبعاد، اسمها انتقاء الافراد دول للمباراه. لكن استبعاد ان هم يبقى جوه وانا بستبعده، فالتعبير دمه تقيل وبيضايق اللعيبه وبيعمل لنا مشاكل. مفيش حاجه اسمها استبعاد. طيب احنا عموما هنجهز جزء من المؤتمر مهم جدا ان احنا نسمعه. كارترون قال يا باشمهندس عن بعض الصعوبات اللي قابلت الاهلي في الفتره اللي فاتت. قال الاهلي واجه صعوبه. كنت عايز اقول حاجه الاول قبل ما تنسى. كنت عايز اقول لك ان انا بلاحظ في الفتره اللي فاتت في كل مباراه تسمع المعلق يقول لك النهارده الاهلي كارترون استبعد ويجيب الليسته كامله. احمد ياسر ريان، معرفش مين، كل حتى الناشئين، عشان يقول لك الراجل استبعد 17 لاعب وكأن الراجل يقدر يلعب بال 30 لمجرد ان انت عايز تقعد تعدي. ما فيش حسن نيه بقى. لان هل بيقولوا استبعدوا فلان وفلان وفلان من بقيه الفرق؟ لا طبعا. بس فباستمرار كل ما الراجل هيختار تشكيله اللي براها مستبعدين، متذمرين، زعلانين، زهقانين، بس ما بختار منكم النهارده دول اللي همثله. فالراجل حب يوضح دي، قال انا ما عنديش حاجه اسمها استبعاد، انا بدور المساله فيما بين اللعيبه بحيث احافظ على عناصر مهمه عندي ما توصلش لمرحله اجهاد كامل يؤدي بها للاصابه. تحدث عن المشاكل اللي واجهت الاهلي، قال الاهلي واجه صعوبه في الفوز فهو بسبب الوقت وضغط المباريات، لكن ما زلنا نفوز بكل مبارياتنا ولا ننظر لهذه الضغوط لان هدفنا الفوز بالبطولات اللي احنا مشاركين فيها. قال لم يطلب تعاقدات جديده بقدر تفكيره في تطوير العناصر الحاليه والاعتماد عليها بشكل فاعل. احسن حاجه بيعملها. هشتت نفسه. مساله مش هفضل اكدس وبعدين احير نفسي. انا عايز اشوف اللي عندي. ان كانش حد يعني محسوم ما جيبوش. بس. قال كارتيرون انه حزين لاصابه اجاييه وابتعاده عن استكمال المشوار الافريقي معانا، وقال كل مباراه للاهلي هي بمثابه بطوله، وانه مجموعه اللاعبين قادره وبدعم الاداره المحترفه على تجاوز اي ازمه او اي مشكله تواجه الفريق. اجاييه، نتوقف عند اجاييه، اهم واحد كان السنه اللي فاتت فريق النادي الاهلي. كل الناس قالت هو نجم الموسم. فلما تفتقده كمان لازم الناس تبقى فاهمه كده. ايوه. بس فيعني يا رب اجاييه بسرعه نسترده لان محتاجينه جدا، وباذن الله هيجي لنا في الوقت اللي فيه الحسم باذن الله. كارتيرون كان له مطالب من جماهير الاهلي تمثلت في مناشدته ليهم، ارجوكم تعالوا خليكم موجودين في الموعد، خليكم معانا في الاستاد في برج العرب، مسانده الاهلي في هذه المباراه مهمه جدا، فوز الاهلي بهذه المباراه ايضا بالغ الاهميه. تعرف نسمع جزء من المطالب. قبل ما نسمع بس الاول، لان انا مندهش جدا جدا يا استاذ ابراهيم من المشهد الجماهيري بتاع النادي الاهلي. ايوه. لا يا جماعه ما ينفعش كده. الحرب كلها الجمهور يرجع، الجمهور يرجع، الجمهور يرجع، وبعدين انتوا بتدوا رسائل على حساب النادي الاهلي
تعالى دي تفكرنا بايه النكته اللي بيقول لك واحد حب يغيظ مراته سلخ وشه. ما ينفعش الكلام ده. يعني انت ربنا ادالك فرصه تروح تقف مع فرقتك، مش وقت رسائل وفزلكه والنبي. روح الاهلاوي الحقيقي بيروح، ما تخليش اغير من جماهير تانيه. صحيح. في جماهير تانيه ما بتشوفش نص الهنا اللي بيشوفه النادي الاهلي وجماهيره وورا فرقتها. لازم جمهور الاهلي يثبت ان هو الرائد وهو الملهم وهو فعلا ابو الجماهير كمان. طيب نشوف جانب من مؤتمر كارتيرون النهارده قبل مباراه كامبالا سيتي غدا. One of the players, Momen est un des joueurs de l'effectif. Momen أحد لاعبي الفريق. Il a joué 4 matchs depuis mon arrivée. لعب أربع مباريات ما توصلنا. Maintenant aujourd'hui. Okay. Yes. Sorry. منذ وصولي لعب مؤمن لعيب من لاعبي الفريق ولعب أربع مباريات من وقت ما وصلت. To answer to the first to the individual point, la première chose que je puisse dire c'est que Momen est un joueur de l'effectif. Il a fait 4 matchs depuis mon arrivée. لعب أربع مباريات من وقت ما وصلت. J'attends beaucoup plus de lui. منتظر منه أكتر بكتير. هو عارف ده كويس. C'est un grand joueur. Je sais qu'il aura de montrer qu'il peut revenir à son meilleur. وهيقدر يثبت إن هو يقدر يرجع لمستوى أحسن مستوى عنده وقادر يعمل ده. Ensuite, j'ai eu l'habitude et j'ai l'expérience de l'Afrique. On a des climats divers. C'est à nous de nous adapter aux températures, au climat, quelles que soient les circonstances, parce que. On a voyagé au Botswana, c'était l'hiver là-bas, il faisait. Quand on est venu au Botswana, c'était l'hiver là-bas. Maintenant, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'excuses à trouver. On cherche à s'adapter par rapport aux circonstances. L'état des terrains sur lesquels on joue. Et quels que soient les climats. ومهما كان الطقس احنا المفروض نأقلم نفسنا. ليزا بسونس ميدو جابر وعيد سليمان مع غياب عنصرين من عناصر الهدف الفريق تسعه من خلال ثلاث نقاط و Premièrement, je considère toujours les absences comme une chance formidable pour d'autres joueurs de montrer leur qualité. C'est pour ça que dans ma philosophie, il est très important de s'occuper de tous les joueurs et non pas seulement de quelques joueurs. Pour que l'on montre dans ce genre de circonstances que c'est le collectif qui prime. Et que tout le monde peut y trouver sa place. Ensuite, à l'approche de ce match, une formidable motivation de notre côté. On a démarré ensemble avec les joueurs il y a quelques semaines en étant dernier du groupe et on a su, match après match, remonter la pente. بدأنا مع اللعيبة دي من كام أسبوع في المركز الأخير من مجموعة ودينا ماتش بعد مباراة نصعد نترأس المجموعة يعني. On a su obtenir de très bons résultats. وعرفنا نحقق نتائج كويسة جدا. Et aujourd'hui notre motivation c'est réellement de finir premier de ce groupe pour pouvoir jouer un quart de finale retour à domicile. وإحنا برضه طموحنا إن شاء الله نخلص يعني نكسب ونتحط على رأس المجموعة عشان نلعب ماتش العودة في الدور الجاي على أرضنا. تفضل. سؤالي سؤال مستر باتريس. عايز اعرف هل هو في تكتيك بس كان تكتيك اللي فيكسي افيك دي جوار استراتيجية معينة ولا هو بيلعب كل ماتش بماتش؟ ولا ماتش بماتش هو بيلعب جوار شات ماتش افاخ تكنيك مو حابب اسال فكرة انتوا جايين من مجموعة فتحي Vous étiez loin de l'apaisement, votre deuxième match, vous étiez en premier, maintenant vous êtes peut-être et vous voulez gagner le titre. Vous êtes optimiste, certes que vous avez vécu des situations beaucoup plus difficiles avec l'équipe. Est-ce que vous êtes optimiste? Bonne question. Ibdel, le capitaine Ahmed Laoul.
طيب خلاص. طيب اوكي عشان الميكروفون ده Par rapport que ce soit aux tactiques ou aux compositions d'équipe, bah je tiens simplement compte, on va dire, de nos forces du moment. On joue tous les 3 ou 4 jours depuis maintenant plusieurs semaines. إن إحنا الخططية والخطة اللعب والتشكيل أنا دائما بعمل حساب الوقت إن إحنا عندنا بنلعب تقريبا كل 3 4 أيام يعني كل 3 أيام أو 4 أيام في الأسبوع كل أسبوع. Je pense que les femmes de nos joueurs doivent me détester parce que leur mari passe plus de temps avec leur coach qu'avec elles. Donc. زوجات اللاعبين مفروض يكرهونا عشان بنخلي اللاعب يقضي وقت معانا أكتر بيقعدوا معاهم. Maintenant, on a encore beaucoup de choses à améliorer. J'en ai conscience, mais ma grande fierté, c'est vraiment l'état d'esprit extraordinaire qu'ont montré les joueurs malgré les difficultés depuis plusieurs semaines. أنا طبعاً أنا مدرك إن فيها نقاط كتير لازم نحسنها ولازم حاجات لازم نطور منها بس أنا يمكن ثقتي كبيرة وفخري إن في حالة في روح عالية جداً لاعبين من وقت ما بدأنا من كام أسبوع. بس في سؤال قبل ما نبدأ. أبون دوني كيستيون مش عارف. طب هو لسه طب فضل يا فندم. قالوا إنه فتحنا كل المكافي. طب إذا بوزي كيستيون بعد كده سي كابتن أحمد كيف هاي بوندو. طب فحكى عايز تسألين؟ فضل يا فندم. Le fait que vous dites toujours c'est concret sur terrain. Mais la question, une question que je vous ai déjà posée, je vais vous poser une autre fois. En dernière minute, vous hésitez à mettre Salah Morsi. Pourquoi vous n'avez pas pensé à commencer avec Salah Morsi au lieu de mettre un remplaçant? Mais c'est une bonne question, mais Salah vient de démarrer le dernier match. Non, après, l'objectif pour moi, c'est bien sûr. Ouais, c'était son mariage, alors il n'a pas vu le match. Toutes mes félicitations. Mabrouk. Non, Salah, j'ai la chance au niveau offensif d'avoir. Trois buteurs. Après, encore une fois, les associer en même temps, au même moment, les circonstances sont parfois difficiles parce qu'en jouant. Avec deux avant-centres, comme on l'a fait, par exemple, en arrière, on se rend compte qu'en termes de possession, on souffre beaucoup en termes de possession. Ce sont des choses qui nécessitent beaucoup de travail. Et la problématique, justement, en ce moment, c'est que. On ne fait que récupérer, on n'a pas le temps de beaucoup travailler, on a des matchs rapprochés, c'est un vrai marathon qu'on a entamé il y a quelques semaines en arrière. Donc, Il y a d'autres questions en dehors de vos calculs. باشمهندس كارتيرون هادي قوي قوي هادي وانسان يعني فكر في جانب انساني الناس مش واخده بالها منه زوجات اللاعبين يعني هو اللعيب هو الراجل اللي كان واعد اسرته وفسحها في العيد ده مش برضه عنده جزء من التفكير ان هو متضايق انه سايبهم كل شويه بيكلمهم يعني لازم نعي ان الامور مش طبيعيه لما يلعب فريق هو الوحيد اللي لعب في العيد ماتشين يبقى ندرك ان الامور مش طبيعيه يعني فبالراحه على فرقه الاهلي خصوصا من جماهيره خصوصا من ولادنا المثقفين اللي شايفين وبيفهموا وانا عارف انهم بيفهموا وبيكتبوا وجهه نظر فنيه عاليه جدا لكن مش معنى ان اي واحد يخالفه في وجهه النظر انه ما بيفهمش وغبي وانه راجل فاشل وانه لا دي وجهه نظرك لو انت مسكت الفرقه هتعمل كده او غالبا مش هتعمل اللي انت بتقوله لانك هتعيش ظروف تانية هتلاقي نفسك بتاخد قرارات تانية كارتيرون وهو بيسالوه على صلاح محسن يعني حتى رغم انه قال لك ده سؤال حلو تعرف جوسيه كان خبط على الترابيزه بيتضايقوا كانت الاسئله دي الله الله ما كان لعب الراجل الماتش اللي فات من اوله وبيسجل لكن ده كان الاحساس انه الراجل لا هو هادي بيستوعب اي راي واضح لا واضح انه هادي جدا وردود افعاله وبيسمع وبيستوعب وشخصيته قويه
مش معنى انه هادي بقى ان انا اطمع فيه، لا، شخصيته قويه. طيب في تجهيزات الاهلي للمرحله الجايه، رامي ربيعه بيوصل التاهيل والشروط ده مثلا كابتن رامي ربيعه لو عاد لائقا يبقى صفقه جديده صحيح هائلة من العيار الثقيل، اضافه هائله، يبقى صفقه من العيار الثقيل فيها كلام دي؟ لا طبعا. طيب وميدو جابر ايضا المصاب بيعمل جلسه تاهيل وجري في برج العرب، مصاب بشد خفيف في العضله الخلفيه، شويه يصاب. ميدو جابر كان حل كويس في الفتره اللي فاتت، نتمنى شد في الخلفيه، بس يعني الشد العضلي ده هو ارزى الحاجه. الشروق بتقول الاهلي يدرس التعاقد مع حسين الشحات، اعاده فتح ملف اللاعب بعد تصريحات رئيس العين، وبتقول الشروق ان مؤمن والشيخ ضمن الصفقه التبادليه. يعني اذا كان هو بيدرس بس لحظه واحده، النادي بيدرس ازاي هم حطوا تفاصيل؟ ده عرفوا ان الامتحان كمان اتسرب واتصحح. لا ما يعني، انما هي بتبقى ايه الـ بخلفيه الاعلام او الصحفي اللي بيكتب بيبقى متوقع على الاغلب ده اللي هيحصل. انا هجي لك على ملف السوبر، لانه الحقيقه كان سوبر مشرف جدا بين العين والوحده، السوبر المشرف هنجي له بالتاكيد. لكن في هذه الايام اداره النادي الاهلي بتعكف على اعداد دستور الاهلي. استعرضنا في الحلقتين الاخيرتين جانب كبير من مواد لائحه النظام الاساسي الجديده في النادي الاهلي. ألقينا الضوء على بعض أو معظم إن لم يكن كل المواد، أجبنا على الكثير من نقاط الجدل والحيرة لدى الناس، حتى في بعض المواد اللي الناس بتحاول تفسرها زي ما هي عايزة أو تؤولها. هي في ناس عايزة تعمل لك بلبلة غير اللي هي فيه. ماذا يتم بشأن الإعداد لمشروع اللائحة؟ ماذا سيتم عرضه في الفترة اللي جاية؟ معنا على الهاتف الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي. استاذ شريف اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك ولاستاذنا الكريم المهندس عبد القيعي ولمشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهورها العظيم. كان في النهارده استاذ شريف جلسه للجنه اللائحه بحضور مجموعه اعلاميه من حضراتكم، قول لنا اخر مستجدات. صحيح يا باشمهندس، الحقيقه انه مجلس الاداره كمان ملتئم في جلسه منذ الخميس مساء حتى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها للنظر في كثير مما طرحته اللجنه المركزيه لاعداد اللائحه اللي تعمل على توفير المناخ واستقبال الاقتراحات وايضا الاعداد الخاص باليوم اللي هيشهد التصويت. طب نتوقف بس لحظه عشان الناس تتابع معانا. يعني في اقتراحات جت من الساده الاعضاء دخلت على اللجنة، اتجمعت واتفلترت واتصنفت ثم اتخذ في شأنها قرار. اتفضل. بالأرقام يا باشمهندس، وصل لمجلس إدارة النادي الأهلي وللجنة المنوط بها استقبال الاقتراحات أكثر من 72 اقتراح، 60 منهم بالإيميل. بهذه الخطوه بحاله الحراك اللي بيشهدها النادي وبتشهدها اروقه الفروع الثلاثه او المقار الثلاثه بخصوص هذه اللائحه اللي وصفها الاستاذ ابراهيم بانها دستور الاهلي، وهي فعلا دستور الاهلي. لا مصلحه شخصيه لاحد بخصوص هذه اللائحه، الجميع يبتغي مصلحه النادي الاهلي للسنوات القادمه. الحقيقه انه مجلس الاداره في جلسته الملتئمه الان، احب اقول لحضرتك ونسبة يعني الناس، انه اعتمد بالفعل قبول مقترحات وتعديل 6 من المواد اللي شهدت حالة من النقاش خلال الأيام الماضية، لعل أبرزها موضوع الزوجة. بس الأول، هو 76 مقترح كانوا مختلفين ولا هم 76 واحد قدموا اقتراحات بعضها متكرر؟ 76 واحد قدموا مجموعة مقترحات كلهم بيدوروا في إطار من 10 ل 12 مادة على أقل. بس ده اللي عايز أقوله، ما هواش 76 ملاحظة، لكن هو في 76 عضو قدموا مقترحات بعضها متكرر. اتفضل. الحقيقة لما اللجنة وجدت في شبه إجماع يقترب من 75-80% بين الأعضاء المقترحين بخصوص بعض المواد، على طول أخذتها بعين الاعتبار وعرضتها على اللجنة القانونية ولجنة الصياغة برئاسة المستشار محمود فهمي،
واللجنة تجاوبت الحقيقة مع هذه المقترحات ووجدت ان فيها قدر كبير يعني من المنطق، واقدمت على تعديلها بالتوازي مع عمل اللجان الاخرى لقبول المقترحات بدون دخول في التفاصيل، لان انت قلت ست مواد مش كده؟ بدون دخول في التفاصيل. البند بتاع المطلقه والارمله والمش عارف ايه كان اكتر بند بيتم التشويش عليه والمتاجره فيه وتفسيره بغير حقيقته. هل ناله التعديل اللي يريح وطمئن الساده الاعضاء؟ تماما يا باشمهندس، انا بتفق مع حضرتك، هذا التعديل هو نزولا وبناء على رغبه الساده الاعضاء ومقترحاتهم، ان يبقى اوضح ومحدد اكتر. بالضبط، اوضح ومحدد وبشكل يليق وبما يحافظ على رباط الاسره اللي فقدت عائلها. حقوق المطلقات والارامل، للمطلقات والارامل يعني هناك موقف عادل جدا لهذه اللائحه بالحفاظ على تماسك الاسره ونسيجها والابناء. جميل جميل ان يصبح سواء كانت ارمله او مطلقه، فيما يتعلق ب ايضا التناغم مع قانون الرياضه باشمهندس عادل، لانه في النهايه انت برضه مع طبعا انه اللائحه لا تخالف القانون. الحقيقه انه هناك بعض المواد ايضا يا باشمهندس كانت مسار عدد كبير من المقترحات، اللجنه لم تاخذ فيها قرار لانه ليس في مجال تخصص. زي ايه؟ شركه كره القدم وموضوع البنود او المواد المتعلقه بالاستثمار، الحقيقه انه الكابتن محمود الخطيب اوكل مهمه بحثها ودراستها واعداد المقترحات او الصيغه النهائيه بشانها الى الدكتور فاروق العقده رئيس لجنه الاستثمار والتنميه بالنادي، هذه القامه الاقتصاديه الكبيره، وطلب منه انه يستعين باي عدد من الخبراء في مجال الاستثمار والاقتصاد من اجل صياغه هذه الماده بالشكل الذي يطمئن المستثمرين ويحافظ على حقوق النادي الاهلي وملكيته لجماهيره. بس دي النقطه، دي اهم نقطه، يعني التعديل يتعدل طبقا قانون ويحفز المستثمرين، ولكنه لا يخل بحقوق الجمعيه العموميه، بسيطره الاهلي او نسبته الاعلى او ان الجمعيه العموميه حقها، فانها يبقى حق الاهلي يكون هو الاوضح والاكبر والاشمل. في ثوابت يا باشمهندس عادل، حضرتك عارف يعني من سنوات طالب في النادي انه يعني ملكيه النادي واسمه الكبير وحقوقه المملوكه لابنائه او لعيله الاهلي، والعيله دي لما بنقول العيله يا باشمهندس عادل بنقول زي ما حضرتك تعلم الاعضاء والجماهير بالاضافه بقى الى العاملين ومجلس الاداره والموظفين، لكن دايما في الصداره الجمهور والاعضاء، وقد يعني يندهش البعض وحط معاهم الجدود السابقين كمان. طبعا هو الجمهور هيصوت، لا الجمهور مش هيصوت، بس الجمهور هو الحامي، هو الشريك، هو صانع المجد لهذا النادي، ولحقنه في ماده مهمه جدا على ما اتذكر هي رقم 12 او 13 طبقا ايضا لقانون الرياضه، تتعلق بانه اللائحه بتعطي الحق للنادي في انشاء روابط للمشجعين لا يقل عدد الرابطه الواحده عن 150، اكثر من رابطه يعني، والعدد مفتوح ويكون في اشراف ليه عليها وينسقوا عمليه التشجيع، وانا متصور ان ده ممكن ينقل فكره دخول الجماهير والتنظيم والتعاون والانتماء نقله كبيره جدا. ده لو تم هذا بالتنسيق مع اداره النادي يستثمر اقتصاديا لصالح النادي. صحيح، يعني ممكن تستخدمه في التسويق. وعشان اطمن حضرتك وجمهور النادي الاهلي كمان، الماده كانت بتقترح فكره 66% تكون مملوكه للنادي الاهلي بالنسبه لشركات الكوره وغيرها، فالحقيقه انه البعض شايف ان دي نسبه كبيره شويه، النسبه ممكن تكون نسبه حاكمه تعطي للنادي حق الملكيه والاداره مع عدم الاخلال زي ما حضرتك تفضلت بحق المستثمرين ان هم يدخلوا ويتعاونوا ويخدموا ناديهم يعني. هو البعض اشار يا استاذ شريف انه الاغلبيه الحاكمه هي المفترض حسب قانون الاستثمار بتكون 66%. مش مؤكد بقى موضوع فاروق العقد عشان كده، البعض بيتكلم عن 51% استاذ ابراهيم، والحقيقه انا احب اشير كمان واشكر حضرتك على هذا السؤال ان الدكتوره سحر نصر نفسها وزير الاستثمار هتكون مشاركه معانا ايوه اولويه وكمسؤوله في الحكومه في احدى ورش العمل اللي هتنعقد النادي، عشان نسمع ليها ونسمع للخبراء، لانه الهدف الحقيقي من هذا الدستور ومن هذه اللائحه هو الوصول الى افضل لائحه. بس ده يدعوني الى ان اسال سؤال، بحط انا تملي بعمل وقفات تحط نقط على حروف. اذا انت تم تعديل بعض المواد، ولكن فيما يتعلق بالاستثمار كل المقترحات ما زالت قيد الدراسه، واذا احتاجت لتعديل سوف يتم تعديلها من لجنه عليا فيها زي ما تفضلت الوزيره سحر نصر والدكتور
فاروق العقده. الدكتور فاروق هو المسؤول وهو المنوط بفكره الدراسه والتعديل، لكن وجود الوزيره معانا هيبقى لشرح فكره الاستثمار واسس، وانه ما يتعارضش معاها بالظبط، وان ده ما يتعارضش مع قانون الهيئه العامه للاستثمار وما الى ذلك يا باشمهندس. تمام. مش بس الماده دي على فكره، لا، في مواد تانيه اذا كان في اجماع عليها من بين المقترحات التي تصل الى مجلس الاداره والى اللائحه المركزيه للنظام الاساسي على الفور سيتم تعديلها، لانه الهدف كما تعلم حضرتك هو صنع لائحه يصنعها ابناء الاهلي وخبراؤه ومسؤولي بايديهم. ليس هناك مصلحه لاحد في هذه اللائحه الا مصلحه النادي الاهلي. مجلس الاداره اليوم عبر كابتن محمود الخطيب بعيد جدا 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 يا باشمهندس بفكره الحراك وبفكره الاشتباك صح التعبير اللي حادث على مواقع التواصل وفي الحدائق في النادي وفي اروقه النادي بشان الحديث عن مستقبل النادي، عن اللائحه، عن بعض بنودها. وسعيد بتلقي الاقتراحات واللجنه بتستجيب ليها على الفور وبترفع لمجلس الاداره. فالحقيقه هي دي الحاله اللي يعني منوط بها النادي الاهلي، ولا هي لم تحدث في اي نادي في مصر، هذا امر غير مسبوق، فكره تشكيل لجنب هذا الشكل. ولما الناس تشارك في لائحتها هتيجي عشان تقرها وتدافع عنها. ولسه لذلك انا متوقع اقبال باذن الله يليق بالنادي الاهلي على التصويت. هل هيبدا تنظيم ندوات مع الاعضاء في المقرات المختلفه يا استاذ شريف؟ الحقيقه انه يعني اول ورشه عمل عقدت اليوم يا استاذ ابراهيم مع العاملين والموظفين والاداره التنفيذيه بالنادي الاهلي. قد يسال سائل، طب هم ما لهمش حق التصويت وبعضهم مش عضو؟ الحقيقه انه كان مجلس الاداره حريص على اعتبار انه الاداره التنفيذيه هي الاكثر احتكاكا بالساده الاعضاء، وبالتالي بتظهر مشكلات كثيره أثناء ممكن يجابوا الاعضاء. وبالتالي كانت اللجنه حريصه انها تستمع من المديرين والمسؤولين عن حقيقه الشكاوى والمشكلات اللي بتواجه الساده الاعضاء للعمل على تلافيها وحلها ووضع بنود في اللائحه الجديده تتعلق. هنبدا على طول في ورش عمل مع الساده الاعلاميين، هيتم بعض كل الاعلاميين الرياضيين في مصر يا استاذ ابراهيم، من الشباب الصغير بالذات في كل المواقع ايا كان انتمائه، في المواقع الصحفيه الالكترونيه والاذاعيه والالكترونيه. هنقعد معاهم وهنسمع ليهم. بعض الرموز وكبار الخبراء ايضا هيقعد معاهم الكابتن محمود الخطيب وهيسمع ليهم. الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي منوط به عدد من ورش العمل، هندعو عدد من المثقفين من الفنانين الاهلاويه. هيكون في ندوات مع الاعضاء في الفروع المختلفه هتحضرها اللجنه ومجلس الاداره. الحقيقه حاله حوار ولجان استماع بهدف الوصول الى افضل صيغه ممكنه قبل يوم 9/9 حتى تتم الصياغه النهائيه، وبالتالي يبقى عندنا بقى لائحه بدل ما هي مشروع لائحه دلوقتي. يعني البعض كان بينتقد بيقول ده انتوا اتسرعتوا ودفعتم باللائحه حتى انه فيها اخطاء لغويه او نحويه، ده حقيقي كان في رغبه من مجلس الاداره ومن لجنه الاعداد ان يتم طرح، احنا قلنا انها مشروع وليست لائحه، هي مشروع مسوده قابله للتعديل والحذف والاضافه، وبالتالي كان في رغبه في انها تخرج في الحاله اللي تم اعدادها بيها الى الساده الاعضاء ليناقشوها ويدلوا بدلوهم، وهم مدعوون بالتاكيد ل يعني ادخال كل ما يمكن من مقترحات عليها اذا رات اللجنه انها متسقه مع القانون هتاخد بيها، ليكون لدينا يوم 9/9 وما بعدها فعلا. اخر ميعاد لتلقي المقترحات امتى؟ 9/9. اذا ما زال هناك فرصه 9/9 ظهور النموذج النهائي، لكن اخر موعد لتلقي المقترحات، اخر موعد لتلقي المقترحات 9/9 يا استاذ ابراهيم. ظهور النهائي يعني انا كنت متصور انه طبقا للقانون قبل 14 يوم من انعقاد الجمعيه العموميه، كان الاستاذ محمد فتحي المشرف على الشؤون القانونيه اليوم اوضح لنا انه لا، طبقا للقانون قبل 8 ايام من انعقاد الجمعيه العموميه سيتم تعليق الحقيقه اللائحه في مقر النادي الاهلي، وسترسل الى الاعضاء ايضا على منازلهم، وستكون متاحه في كتيب اللي هيتفضلوا بالتصويت عليه يوم 28/9 ان شاء الله. طيب يا سيدي، شكرا تمام جزيلا. تمام. شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. والله بسرعه كده اتفضل، فهمت منه ان اكثر من 76 مقترح وصلوا، بعضهم متكرر، خدوا المقترحات اللي حازت على نسبة أكثر من 70 أو 75% من المقترحات واستجابوا لهذه التعديلات فعلا، وأن التعديلات دي معظمها طال الجوانب اللي هي بتاعة الأسرة والعضوية، الضم والفصل والحاجات دي، ولكن أيضا الجزء الخاص بالاستثمار ما زال قيد البحث في لجنة مع
الاقتصادي العظيم الدكتور فاروق العقدة وبمشاركة أو تحت رعاية من الوزيرة سحر نصر وزيرة الاستثمار علشان نطمئن أن كل البنود تيجي متوائمة مع القانون وفي صالح الاستثمار بما لا يخل على الأغلبية بتاعة النادي الأهلي في أي طرح. والحقيقة الدستور الأهلي أو مشروع اللائحة يا جماعة لأنه البعض أثار كذا نقطة حول هذا المشروع في الفترة اللي فاتت، ناس طلعت على سبيل برضو معارضة المشروع وتحدثت عن أنه اللائحة بتعاقب الأرملة وبتفرض عليها أنه زوجها لو توفى كعضوة تدفع 50% عشان تبقى عضو. ده تفسير خاطئ جدا لنص المادة 12 في اللائحة. النص واضح جدا، في زوج هو العضو الأساسي، الزوجة هي العضو التابع، الزوج توفى أصبحت الزوجة هي العضو الأساسي أو هي العضو العامل، بدل العضو التابع بقت هي العضو العامل. طيب هي بتكتسب كل حقوق العضوية بدون ما تدفع أي حاجة، اكتسبت العضوية العاملة الكاملة، لكن في حالة حالة اجتماعية جديدة تزوجت وهي أرملة أو مطلقة، تزوجت هذا الزوج الجديد علشان يدخل مع هذه الزوجة الجديدة اللي هي أرملة أو مطلقة لازم أن يدفع 50% من قيمة العضوية القائمة وقتها، وده حفاظا على حقوق النادي ومعالجة أو معالجة لبعض الحالات الاجتماعية الكتيرة، لكن ده لا يمس حق العضو الأساسي كأرملة أو كأرمل أن يستمر أو المطلق أو المطلق بدون أعباء يعني. بالضبط يعني هي مستمرة بدون أعباء إلا إذا تزوجت، يبقى في الحالة دي الزوج الجديد بيدفع هذا المبلغ، وهذا كلام منطقي تماما. طيب نتمنى أنه الوضع يكون واضح تماما عند هذا الحد. احنا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف الفوز يا رجالة، مباراة كامبالا سيتي مباراة مهمة جدا، صحيح ان الاهلي ضمن التأهل الى دور الثمانية والحمد لله، لكن ترتيب المجموعة في غاية الاهمية، اذا ما عرفنا انه اوائل المجموعات هيلعبوا حسب القرعة التواني في المجموعات الاخرى، اذا تأهل الاهلي من خلال الفوز ان شاء الله غدا مسألة مهمة جدا نناقشها بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كامبالا والفوز يا رجاله، الفوز يا رجاله شديد الاهميه والتاثير في مسار الاهلي الافريقي هذه المره. الاهلي تاهل مع الترجي التونسي عن هذه المجموعه لاول مره، البطوله بتقام دور ال 16 هو اللي بيشهد دوري المجموعات في اربع مجموعات، الاهلي والترجي صعد عن المجموعه الاولى، لكن ترتيب المجموعه يتأكد حسب الجولة الأخيرة. فوز الأهلي حتى إن شاء الله لو 1-0 يضمن له التأهل كأول المجموعة، والترجي الثاني لأنه المواجهة المباشرة كانت للأهلي على حساب الترجي الجولة الماضية. لكن المهم في هذه المسألة ليه الأول؟ مفيش الكروس الأول هيلعب الثاني والثاني هيلعب الأول، لكن الاتحاد الأفريقي بعد الجولة ديت هيعمل يا باشمهندس قرعة، هيحط الأربعة الأوائل بتوع أوائل المجموعات والأربعة اللي هم تواني المجموعات، وهيعمل قرعة كل أول لازم يقابل يختار له تاني يطلع له تاني. التواني مستوياتهم الفنية أقل بكتير من الأول، مش كتير ولا حاجة أستاذ. لا الأوائل السنة دي لو بصينا على مازيمبي هنلاقيه دلوقتي عنده 11 نقطة واللي بعد منه عنده 7 تقريبا، هنلاقي فيه فروقات كتيرة لصالح الوداد ولصالح مازيمبي والأهلي كأول المجموعة، الفروقات كبيرة بين الأوائل والتواني، وبالتالي ده بيعكس والنجم الساحلي كلهم 11 تقريبا، ده بيؤشر على أنه في فوارق في المستوى في كل مجموعة. يمكن المجموعة الأولى فيها شيء من الندية عشان الأهلي والترجي الاتنين مع بعض، فهم أول وتاني والفوارق بينهم متساوية، الفوز المباشر للأهلي في الترجي في تونس هو اللي اداله الأفضلية، فالفوز بكرة إن شاء الله مهم جدا لضمان صدارة المجموعة ومواجهة التاني. ووضعك يبقى الحفاظ على الوضع المعنوي، الحفاظ على المسيرة اللي انت ماشي فيها بشكل جيد، ثم المزيد من استعادة الهبة للأهلي في أفريقيا. مباراة الغد هتكون الساعة 9 مساء إن شاء الله في استاد برج العرب، هيديرها طاقم حكام مغربي بقيادة رضوان جيد، وهيساعده
هشام أبو ويحيى نوالي. رضوان جيد حكم المباراة، عنده 39 سنة، مواليد 9 إبريل 79، هو حكم جيد؟ ها، وعلى الله يكون رضوان عليه. وشارك في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الجابون 2017. دائما وأبدا هذا الحكم بيواجه باتهامات بسوء التعامل مع المدربين، وبيوصف بأنه متعجرف شوية، حد شوية في التعامل مع المدربين وهم في الخط الفني. سبق أنه أدار مباراة الأهلي مع بيتفيست الجنوب أفريقي في دور 32 السنة الماضية اللي انتهت بفوز الأهلي بهدف أحمد حجازي. حصل رضوان على الإشارة الدولية في 2008، يعني دولي من 10 سنين. بيعمل في المغرب محامي، نال لقب أفضل حكم بالمغرب 2016. يبقى حكم جيد فعلا، حكم جيد وعنده شخصية. مش هيلاقي مشكلة مع كارتيرون، بس مع اللعيبة ممكن بقى يخلوا بالهم شوية. مين هيغيب عن تشكيلة الأهلي من المؤكد بكرة؟ وليد سليمان بيغيب لحصوله على الإنذارين في أفريقيا، وهيغيب ميدو جابر لعدم اكتمال الشفاء، بينما اختار كارتيرون قائمة فيها 22 لاعب سافر بيهم إلى الإسكندرية. القائمة فيها شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، ده جانب من مران اليوم. في كمان أحمد فتحي وسليف كوليبالي وحسام عاشور وهشام محمد ومروان محسن ومحمد نجيب وعمرو السلية وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد حمودي وناصر ماهر وسعد سمير وصلاح محسن وأكرم توفيق ووليد أزار وإسلام محارب ومحمد هاني ومؤمن زكريا وباكا. باكا يمكن مقيد أفريقيا، وفي الفترة اللي فاتت كان بعيد عن المشاركات، لكن هل تم الاستقرار على استمراره؟ لا، هو مستمر. مش معنى ان كل اللعيب عايز يمشي ان اتفضل يمشي. لكن اذا جاله عرض الاهلي هيوافق عليه لائق هيمشوه، مش عايزينه يعني واحد يقعد غصب عنه، لكن مش معنى كده ان هو خلاص هو اللي خد القرار. زي كلام يقول لك مروان محسن بيقول يلعب يمشي، وكل واحد معقوله في النادي الاهلي ولا في اي حته في الدنيا كل لعيب يترك الماتش ولا اتنين يقول لك يقعد يمشي؟ مش في عقود. الاهلي وكامبالا سيتي مواجهه كان المفروض تحصل من 40 سنه، لكن عدم استمرار الاهلي في بطوله 78، عدم مشاركته فيها وقتها لابطال الدوري، هو اللي منع هذه المباراه اللي كان الاهلي هيلعب فيها في الادوار الاولى كامبالا سيتي الاوغندي، عشان يلتقي بعد كده ب 40 سنه. وفي 15 مايو الماضي لعب الاهلي وكامبالا اول مباراه بين الناديين، انتهت بفوز كامبالا بهدفين في اوغندا. اضاع وليد سليمان ضربه جزاء زي ما حضراتكم فاكرين، بجانب فرص عديده كثيره ضاعت قبل ما يسجل كامبالا سيتي الهدفين قبل نهايه المباراه. الاهلي واجه فرق اخرى من اوغندا، الذاكره طبعا يبرز فيها اكسبريس وفيلا الاوغندي ونايل بريورز، ب 11 لقاء جمع الاهلي مع الانديه الاوغنديه. الاهلي فاز 6 مرات، خسر من الانديه الاوغنديه 4 مرات وحصل تعادل 1. الاهلي سجل في شباك الانديه الاوغنديه 21 هدف ومنيا مرمى الاهلي ب 10 اهداف. هذا عن المسار الافريقي، لكنه زي ما الاهلي بكره على موعد مع مباراه مهمه في برج العرب، الحضور الجماهيري فيها مهم جدا جدا للمزيد من عودة الجماهير للمدرجات. وأنا أعتقد ما حدث امبارح في استاد السوبر، في المواجهة السوبر، في الاحتفائية والاحتفالية السوبر، يؤشر أن احنا ممكن نقدر نرجع بمدرجاتنا في أبهى صورة كمان إذا ما توفرت الكثير من الأسباب اللي كانت موجودة امبارح، واللي خلت السوبر الإماراتي بين العين والوحدة يطلع بشكل يا باشمهندس مشرف لكل مصري. انت عارف ان قلبت اهلي وزمالك، الاهلاويه عايزين عشان خاطر عيون حسين الشحات، العين انت بتفاوضه، اذا على طول اوتوماتيك كده اوتوماتيك كده يبقى الزملكاويه عايزين الوحده يكسب. لكن المباراه الغريبه ان يتقدم الوحده 3-0 ويهدر العين ضربه جزاء ثم يعود في ربع ساعة 3-3. هذا هو الغريب، لكن المشرف جدا النموذج المصري المنظم للمباراة اللي برهن. هو مين اللي نظمه؟ إن احنا نقدر نعمل، حد نعرفه كويس. والحقيقة
اللي طالع الصحافة الإماراتية واللي يشوف القنوات الإماراتية يفخر أن مصر فيها قدرات تنظيمية ترقى إلى هذا المستوى العالي جدا. وقبل هذه القدرات التنظيمية لا، هذه الروح وحالة الحب اللي فعلا بتبرهن على أنه ما بين مصر والإمارات هو حالة من الحب الحقيقي. كان وراء هذه الاحتفالية الكبيرة جدا وحالة التنظيم الرائعة لشركة بريزنتيشن المنظم للمباراة الأستاذ محمد كامل رئيس بريزنتيشن. أستاذ محمد أهلا بيك. يا سلام عليكم أخبار كاتب. كل سنة وحضرتك طيب، تحياتي وتحيات المهندس عدلي القيعي. كل سنة طيبين يا جماعة. مهندس أهلا بيك. أهلا بيك. أولا الحمد لله على السلامة وسلامتك، ودلعت لك يومين كده في المستشفى ماشي. ربنا يخليك يا باشمهندس. يعني أصلنا النهاردة تاني يوم العيد بالنسبة لنا احنا في برزنتيشن، النهاردة تاني يوم العيد. صحيح. كان أول يوم العيد والنهاردة تاني، لأن احنا عيدناش للأسف، كان عندنا ماتش، فالشباب كلهم النهاردة يعني النهاردة تاني يوم أجازة أهو. طيب الحمد لله. يعني احنا فخورين جدا كمصريين باللي بنشوفناه في الاعلام الاماراتي عن مستوى التنظيم وعن درجه الترحاب والحب العاليه جدا في تقدير الحقيقة. عالي الحقيقه. والله الحمد لله الفيدباك اللي جاي رائع جدا. انا جاي منشط شويه الامارات فرحت في مصر، الامارات فرحت بمصر. عايز اقول لك منشط يعني يجلي في الصدور كده. الحمد لله. واحنا العلاقه اللي بيننا وبين الامارات علاقه طويله وكثيره، وبالنسبه لنا في برزنتيشن الشباب كلهم احنا بنحب نشتغل جدا هناك وهم بيحبوا يشتغلوا هنا. لكن اللي عايز اقوله كابتن انه امبارح احنا بندي صوره انه في كوادر مصريه كثيره جدا جوه برزنتيشن، بقالنا 4 سنين شغالين على كوادر الشباب دول. الشباب اللي نظم مباراه امبارح دول شباب مصريين الحمد لله، قدرنا ماتش مع ماتش وبطوله ورا بطوله وشغل بعد شغل يبقى عندنا كوادر تسمح لنا ما نبقاش قلقانين من تنظيم اي حدث او تنظيم اي ايفنت. ومع كل ده وده كمان عندنا جمهور. انا ما زلت براهن على الجمهور وبقول ان عوده الجمهور مش في ايد الجمهور. يعني احنا ما نقولش انه عوده الجمهور وعايزين الجمهور. الجمهور جمهور. الجمهور محتاج انك تديله تعاقد وتديله الامان وتقول له تعالى اتفضل خش المباراه اعمل اللي انت عايزه وانبسط، هو هيعمل لك كده. امبارح الناس دخلت بمنتهى السهوله، الامن عمل دور ولا اروع ولا اجمل. مش عايز بس ان المباراه شويه اهدى شويه، لكنه بشكل عام الدنيا مشيت كلها بالطريقه اللي نحبها. يعني نقدر زي ما بيقولوا كده بروفا جنرال على عوده الجماهير. ممكن نشوف المشهد ده بقى في الدوري المصري او في الماتشات الافريقيه او الدوليه. والله يا كابتن ان شاء الله. والله يا كابتن عدلي ان شاء الله يا كابتن نشوف الحاجات دي، وهي سهله جدا يا كابتن. ما احنا نظمنا في 66000 و 67000 في برج العرب ماتش مصر واوغندا. يعني الموضوع يا كابتن الفكره في ايه؟ ادي انت الثقه وادي المساحه وما تبقاش قلقان وما تقلقش الناس. ان شاء الله هيجي لك شكل حضرتك كده. الامن عامل كل حاجه وبيحاول يعمل كل حاجه، لكن في الاخر المؤسسات الموجوده في الدوله زينا احنا كناس بتشتغل في الصناعه وبنكسب من جوه الصناعه دي، لازم نستثمر في جوه قلب الصناعه دي. احنا نعمل بوابات كويسه، نعمل امن كويس، نعمل ساينج كويس، نخلي طرق الناس دخولها وخروجها كويس. المواطن لو جه ولقى الدنيا كلها ماشيه كويسه ويمين يخش يمين درجه ثالثه، شمال يخش من هنا، اتفتش هنا بمنتهى الاحترام والذوق. المره الجايه المره دي هاجي، المره الجايه هاجي ابني معايا، المره الجايه هاجي زوجتي معايا. لو العائلات جت اطمن، لو العائلات اتعودت ترجع المدرجات اطمئني تماما. عمرها ما هترجع يا كابتن من غير ما تديها انت المساحه انها ترجع. اديها المساحه وان شاء الله هنشوفها وهترجع، وهيبقى يعني احنا يعني شركه استادات اللي هي الشركه الجديده اللي احنا مأسسينها السلوجان بتاعها الاستاد بيتك. تعالى بيتك، تعالى عادي جدا وتعامل مع الاستاد على انه البيت. انبسط فيه واضحك فيه وهزر فيه وانفعل فيه وزرع وزعق وصرخ واعمل وغني واعمل كل الحاجات اللي انت عايزها. وخد خدماتك. على انه بيت. وخد خدماتك وكل حاجتك. صحيح. طبعا خش تلاقي تويلت نظيف، تخش تلاقي مكان نظيف، تخش تقعد في مكان نظيف. هو ده يا كابتن. لو لقيت الحاجات دي كلها انا كجمهور هعمل شغب ليه او هزعل ليه؟ انا جاي استمتع وانبسط. طيب انا ده شكلك كده المباراه دي فتحت نفسك كده، شكلك
بتفكر تعمل شركة لتنظيم المباريات ولا ايه؟ لا لا كابتن، احنا عندنا شركة اسمها السادات، احنا لسه يعني مأسسينها بقالنا فترة مأسسينها، بس يمكن خدنا الاول استاد السلام من وزارة الانتاج. ما انت عندك الكوادر اهو. لان احنا بنعمل سيستم واحد للسادات، يعني عايزين يبقى فيه جهة بتعمل سيستم واحد ونظام واحد للسادات لدخول الجمعية. ان شاء الله باذنك يا رب الفكرة دي لو اشتغلت على كذا استاد نقدر نشوف شكل منظم لدخول الاستادات. وبعدين يا كابتن عدلي احنا في برزنتيشن عندنا طريقه كده في الاداره بندعيها، يعني احنا ما بنعملش كفته يا كابتن عدلي. هم بيعملوها ازاي يا كابتن عدلي؟ بيعملوها بالمانيوال الفلاني، ناخد المانيوال نعمل زيهم بالظبط، يعني الموضوع مش محتاج تطبيق، مش هنخترع العجله. تطبيق نظام النموذجي اللي بينجح الاخرين. احنا بقى لنا 3 سنين بنشتغل في الامارات، اشتغلنا في استاد هزاع بن زايد، واشتغلنا في استاد محمد بن زايد، استاد العين واستاد الجزيره. خدنا من ده وخدنا من ده وظبطناهم على بعض، هم زي ما بيعملوا هنعمل دخول الجماهير بالشكل الفلاني، السيستم هنعمل زيهم بالظبط، زيهم او زي غيرهم، كلهم بيعملوا نفس السيستم، ما بنعملش حاجه مختلفه. صحيح. يعني مفيش طيب ابداع فيه. حاله الحب الحقيقيه العاليه جدا بين مصر والامارات اعتقد قالت ان هي خلتك بتفكر انه برزنتيشن تنظم سوبر مصري اماراتي، يبقى بطل الدوري المصري مع بطل الدوري الاماراتي، ده صحيح؟ ده حقيقي. احنا قدمنا العرض ده من اسبوع للاتحاد المصري، احنا ومجلس ابو ظبي الرياضي. الحمد لله النهارده الاتحاد المصري وافق بشكل مبدئي، وهيبعت يقول للنادي الاهلي على راي النادي الاهلي في الـ في الـ في المباراه. السنه دي سنه شويه غريبه، يعني 100 عام على زايد، على ميلاد الشيخ زايد الله يرحمه. احنا يمكن بدانا اول السنه عام زايد بالماراثون، وبعدين بدانا بالسوبر الاهلي والمصري اللي كان في العين. وعملنا دلوقتي السوبر، كل دول تحت شعار عام زايد. والاحتفاليه دي هتنتهي في 2/12 ان شاء الله في الامارات. فاحنا قلنا عرضنا ماتش يوم 1/12 الاهلي والعين، بطل الدوري المصري وبطل الدوري الاماراتي، وتبقى ان شاء الله بطوله رسميه بين الدولتين ومنافسه. يبقى على كاس زايد، يبقى على كاس زايد يعني طبعا. يعني المفروض انها هتستمر. بس دي بدايتها. لا ان شاء الله هنعملها سنويا ان شاء الله، مره عندهم مره عندنا، عندهم على طول عندنا. طيب على طول ده يخليني بقى يعني معلش اسال، مش اسال او اطلب، ارجو ان يبقى لها لائحه ما تدخلناش في اجتهادات. يعني المباراه دي يبقى لها لائحه زي ما بتقول كده، مره عندنا مره عندهم، ادي مثلا مبدا طريقه بيتعمل لها لائحه. بص يا استاذ ابراهيم، المباريات دي احنا بنسميها في الصناعه بتاعتنا زي ما انتم اساتذتنا وعارفين، دي مباريات استعراضيه. يعني مش مباراه استعراضيه انت بتحاول تحولها لبطوله. ايوه. بطوله بقى تجمع السوبر المصري الاماراتي السعودي العراقي السوداني زي ما انت عايز، الليبي زي ما انت عايز. وكل بطوله ليها لائحتها. احنا دلوقتي اللي بنعمله ان احنا بنعمل لائحه مقفوله للبطوله دي ان شاء الله بين الاتحاد المصري لكره القدم والاتحاد الاماراتي، وده اللي احنا بعتينه للاتحاد الاماراتي، ان دي اللائحه دي شكلها دي. بعد مش هنجيب مثلا، يعني مش هنجيب حكام لا من مصر ولا من الامارات، هنجيب حكام اجانب، يبقى خلاص معروفه ان هي حكامها اجانب، جايزتها كذا، حقوقها التجاريه كذا، ونشتغل على الفكره. احسن حاجه دي الفكره تنجح ان شاء الله. ارجو بس ما تتعمل، ما هو مش هنعدي من غير مكسب. ايوه. اللائحه من فضلك تختصنا بيها بس حضرتك، اما تتعمل كده وتستقر عليها تبقى تديها لنا كده عشان نشرحها للناس. حاضر. يعني طبعا انت عارف ان فيها جانب اماراتي، فاحنا الاثنين لازم نشترك فيها، يعني الاتحاد المصري لكره القدم والاتحاد الاماراتي لازم الاثنين يشتركوا. طبعا جلسات عمل عشان عملنا يعني. لكن ان شاء الله باذنك يا رب نشوفها باذن الله. السوبر المصري بقى اهلي وزمالك لازال في الامارات هيكون ولا ممكن يتنقل؟ يعني بص يا استاذ ابراهيم، انا ما اكذبش عليك، الناس يعني مش متمسكين بالماتش، يعني متمسكين تمسك كبير جدا بالماتش، مش عايزين يخرج من عندهم خالص. صحيح. وانا والله ما عنديش مشكله، وكلنا بنفرح لما والله هم والله هم يستحقوا ويستاهلوا ان احنا نكون عندهم اطول فتره الحقيقه. والله العظيم يا استاذ ابراهيم، بس هي المشكله الوحيده التوقيتات. الحاج عامر تقريبا حاططنا في شهر 2 تقريبا، لسه طبعا ما قاليش بشكل كبير، وهم بشكل قصدي اسف شهر يناير اللي هو بين الدورين. بين الدورين، هم عندهم كاس عالم وعندهم بطوله اسيا. فالدنيا لسه مش مظبوطه، لكن ربنا يكرم ان شاء الله
احنا هنحاول والله على قد ما نقدر يبقى السوبر هناك، لانه بصراحه السوبر كان بقى طعمه اماراتي ومن اول ما اشتغلناه واحنا شغالينه كده معاهم. وهو ما ينفعش يجي يعمل السوبر الاماراتي هنا وانت ما تروحش بالسوبر المصري هناك الحقيقه. ما احنا خلاص هم خدوا بتاعتهم، اديناهم اهلي ومصري بالظبط. لكن لا والله مش كده، هي لو في مكان بس وفي ميعاد مناسب احنا عمرنا ما نتاخر، لا مع مجلس ابو ظبي ولا مع الاتحاد الكره الاماراتي ولا مع البي ال سي لجنه الدوري المحترفين، كلهم اصحابنا، مش عايز اقول لك على المستوى الشخصي اصدقائنا، العائلات حتى دلوقتي بقت اصدقاء بعض. خلاص انت السيستم بتاعك متركب في دبي انت خلاص. يا عم والله لو تعرفوا يعني انت كده استاذ وليد اشتغلت مع الاماراتيين، صحيح صحيح، يعني ناس جمال منتهى الحب والطيبه والاخلاق والحب المصري الحقيقي، الحب الحقيقي بجد والله. تلاقي واحد بيتكلم عن مصر وفي وسط كلامه راح معيط، يا خرابي ايه ده يعني ما شاء الله. ناس بتحب بجد، عارف صحيح. بيحبك بجد، مش صحيح. اي حاجه ثانيه صحيح. فربنا يخليهم كده وربنا يخلي البلدين لبعض ويحرم ما يحرمناش ابدا من بعض. لا 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 تحب تحب تقول لنا حاجة تاني ولا يعني ايه رأيك؟ عندك حاجة جديدة، خبر جديد يعني تدهولنا ولا؟ ربنا يخليك يا معك انت، ما حدش يقول اخبار ايوه كده زي الفل قضي التمام، ربنا يخليك. طيب سلامتك الف سلامة، نشكرك على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات ودايما بموفور الصحة. شكرا جزيلا للاستاذ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن، الحقيقه اللي قدمت امبارح نموذج تنظيمي رائع ومشرف لكل المصريين بفوز صعب وشاق للوحده على العين بركلات الترقيع. يتعمل بلايح متفق عليها تريح الناس كلها. عايز تريح شويه؟ في فاصل؟ عايز تنبسط؟ اه نجوم فاصل إيه؟ نجوم المستقبل، بما ان انت بتحب محمد الطويله. ايه نجوم المستقبل فاز على الزمالك 1-0. يا راجل خلص الماتش؟ اه نجوم المستقبل دول فعلا نجوم المستقبل. انا ببسطك عشان انت بتحب نجوم المستقبل. لا اصل دي مفاجاه من العيار الثقيل. اه فريق صعب بس الحقيقه ان الثلاث فرق اللي طلعوا بيقدموا كره محترمه جدا. والله يد الجونه الحرس ده اول هدف لنجوم المستقبل السنه دي. اه طيب يعني خلصت المباراه ولا نعلن؟ طيب تهر لك الزمالك طيب. ومبروك لنجوم المستقبل. بس ايه ستوب لحد كده لغايه كده. طيب كمبالة بقى والفوز يا رجاله الى برج العرب، الزميل احمد كيوان مراسل قناه الاهلي ومعاه الكابتن محمد يوسف المدرب العام للاهلي والقائم باعمال مدير الكوره عشان يحط حضراتكم في تفاصيل المشهد في برج العرب. شكرا لك استاذي استاذ عادل قاي واستاذ ابراهيم المنيسي وكل مشاهدي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. سعيد ان يكون معي كابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير جهاز الكره والمدرب العام، دايما منور شاشه النادي الاهلي. الله يخليك، منورين ومنورينا في المعسكر وسعيد ان اكون معاكم النهارده. اكيد يعني انتهى التدريب الاخير خلاص، بقينا في العد التنازلي لمباراه كامبالا سيتي. الاهلي بالنسبه لكل مباراه بطوله اكيد. أكيد طبعا احنا مباراة بكرة مباراة مهمة جدا، رغم طبعا حسم تأهلنا احنا والترجي، لكن المباراة بتحمل عندنا معنى كبير جدا. ان شاء الله الفوز بكرة بالثلاث نقاط يتوجنا على رأس المجموعة، بالإضافة طبعا لمسيرتنا ان شاء الله القادمة. لكن احنا كل مباراة بنفكر فيها لوحدها تماما، بنفصلها خالص عن اي مباراة اخرى. احنا قفلنا ملف الدوري، استعدينا على طول من بعد ماتش حرس الحدود لمباراة كامبالا سيتي، وان شاء الله بكرة رغم ان في غيابات موجودة زي وليد سليمان زي ميدو جابر، في عناصر بتغيب، لكن في نفس الوقت جونيور اجاي برضو عنده الاصابه بتاعته، لكن في نفس الوقت احنا كلنا ثقه في الموجودين، عندنا مجموعه كويسه ان شاء الله استعدت كويس. مستر كرترون اتكلم معاهم، اتكلمنا في التفاصيل بشكل مميز جدا، وان شاء الله بكره يكون لينا زي ما بنقول المبادره واليد العليا ان شاء الله في المباراه ونطلع بالثلاث نقاط ان شاء الله. طمني على تدريب الفريق، الحمد لله مكتمل الصفوف، ما فيش اي اصابات. شفت سعد سمير كده واقف على ركبته في الارض وبعد كده الامور بقى تمام كله كويس؟ الحمد لله الحمد لله، ربنا يحمي الولاد كلهم. انت عارف طبعا نتيجه كثافه المباريات في بعضهم بيبقى عنده
بعض الكدمات وبعض الارهاق، لكن الحمد لله بنعمل استشفاء على طول باستمرار، وعلى طول اللعيبه بتريح باستمرار على اساس ان احنا نقدر ان احنا نبقى موجودين او نواكب الضغط المباريات كل 3 ايام. لكن الحمد لله احنا زي ما قلت لك احنا مركزين، ان شاء الله مباراه بكره مباراه مهمه جدا. لعيبه عندنا محاضره كمان بعد شويه هنتكلم في تفاصيل اكتر بالنسبه لفريق كامبالا وبالنسبه لشكلنا بكره، وفي نفس الوقت كمان ما ننساش ان احنا لابد ان احنا نعوض الخساره بتاعتنا في تاني جوله لينا مع كامبالا كانت في ملعبهم 2-0. فان شاء الله المباراه دي بتحمل كذا معنى بالنسبه لنا وكذا يعني مهمه بالنسبه لنا. اكيد التغيير الجميل في التشكيل بنشوف مع جهازكم الفني كل مره بتدفع بلاعب جديد بتعمل تجربه. كان صلاح محسن بيني وبينك حوار على اتاخر في نزول، لكن انت بعد الوقت بنشوف صلاح محسن جاهز بيبدا المباراه من الاول. خطه ناجحه جدا بتشتغلوا على اللعيبه بشكل ممتاز، بحيكوا عليها. يعني مستر كارترون عنده تصور طبعا بالنسبه للاعبين وعنده موضوع الروتيشن، وده احنا مجبرين عليه لان هو مش ممكن يلعب كثافه المباراه العاليه دي بنفس اللاعبين. فاكيد بيبقى عنده فكر ان هو يطور ويعمل روتيشن ويعمل تدوير للعيبه. اكيد كل لعيب بياخد الوقت بتاعه والفرصه بتاعته طبقا للمباراه وطبقا لظروف المباراه وطبقا للخصم اللي بنلعبه مين واحنا ظروفنا ايه. فالحاجات دي كلها طبعا بيحسمها المدير الفني بدون الدخول في تفاصيل وبدون الكلام فيها كتير، لكن في النهايه احنا بنتعامل كنادي اهلي كفريق واحد مهمه بالنسبه لنا اللي بينجزها ايا كان مين ال 18 لاعب اللي بيبقوا موجودين في المباراه دي او المباراه اللي جايه او المباراه اللي فاتت. المهم في النهايه ان احنا ننجز الهدف بتاعنا وهو الثلاث نقاط بالاضافه ليه الاداء طبعا المميز. يعني هيكون في تشكيل مفاجئ بكره من بعض العناصر دفع بعض الوجوه الجديده اللي موجوده بتقدم بشكل مختلف؟ يعني ما اقدرش اتكلم على مفاجآت النهارده، انت بتتكلم على لاعبين موجودين في فريق النادي الاهلي، وبالتالي لما بتبدا بحد فيهم وحد يبقى موجود معاك ده ما فيهاش مفاجآت. يعني طبعا مش هقدر اتكلم في التفاصيل، لكن اكيد عندنا تصور وعندنا شكل واصلين له. ان شاء الله بكره نكون موفقين، اهم حاجه توفيق يكون حليفنا بكره ان شاء الله. وفي النهايه زي ما انا قلت فريق النادي الاهلي بيلعب بصرف النظر مين بدا مين نهى مين موجود بره ونزل. في النهايه شفنا حاجات كتيره قبل كده، كان موجود ميدو جابر واسلام محارب موجودين ونزلوا قدروا يادوا بشكل مميز واضافوا اضافه قويه للفرقه. موجود مؤمن زكريا، موجود وليد سليمان، موجود يعني اسلام محارب، انا مش عايز اذكر اسامي، حمودي موجود، ناصر ماهر موجود، صلاح محسن، ازارو، مروان، كل المجموعه اللي قدام هي اللي بيحصل فيها تغييرات بشكل كتير. ان شاء الله نكون موجودين بكره. باكاماني برضو انضم ودخل في المعسكر، ان شاء الله يبقى ليه دور. نتمنى ان كله في النهايه تيم النادي الاهلي هو اللي في النهايه بيفوز يعني. بمن حق ان شاء الله. ربنا يخليك. شكرا كابتن يوسف. اكيد النادي الاهلي عنده جاهزيه كبيره جدا لمباراه الغد، بكل ثقه بيستمر في عطائه ومشواره الى ان يصل الى مهمته الاخيره ويتصدر المجموعه. لك الكلمه لاسد زيتي استاذ ابراهيم المنيسي والاستاذ عبد القيعي. شكرا احمد كيوان، واعتقد الكابتن محمد يوسف طمن حضراتكم على حال الفرقه يا باشمهندس وعلى جاهزيه كل اللعيبه اللي اختارها كارترون لمباراه كامبالا. كنا بنتكلم على استاذ محمد كامل. سوبر، خلينا نخلص على السوبر بالمره نناقش يعني السوبر. كنا بنتكلم على السوبر الاماراتي ونجاحه العين والوحده، وبنتكلم على طموحات محمد كامل انه ينشئ سوبر مصري اماراتي الاهلي والعين اول ديسمبر ان شاء الله في الامارات. لكن على الجانب الاخر ازمه السوبر المصري السعودي لا زالت مفتعله، وما زالت كل ساعه يتقال خبر مين هيلعب ضد مين. النهارده يا باشمهندس بعد اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره، المهندس احمد مجاهد عضو مجلس اداره الاتحاد والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكوره اعلن للصحفيين انه تم الاتفاق على اداء الاهلي مباراه. تصريح ولا بيان؟ تصريح. اداء الاهلي لمباراه الهلال، الاهلي والهلال على كاس السوبر المصري السعودي بطلي الدوري، وقال ان المباراه هتكون في القاهره. وقال احمد مجاهد انه هذا القرار تم الاستقرار عليه بعد التنسيق والتشاور بين الاطراف الثلاثه، النادي الاهلي واتحاد الكره والجانب السعودي. هذا ما اعلنه اتحاد الكره النهارده، ولو كان في وقت ممكن الزملاء يجيبوا
تصريح احمد مجاهد لكل القنوات الفضائيه اللي كانت موجوده في اتحاد الكوره ومن بينها قناه الاهلي. ما مضاش وقت كتير حتى اعلن الاتحاد السعودي لكره القدم ان السوبر السعودي المصري هيكون بين الهلال والاتحاد والزمالك دون ذكر للاهلي. ايه مباراه ثلاثيه ولا ايه؟ ما هو انت عندك اصله يعني ممكن والله يكون اتغير، وعشان كده انا بقول لازم يبقى في لائحه. يعني انا بمناسبه الدربكه اللي احنا عايشينها دي، لان الحقيقه أنا بص يا استاذ ابراهيم، الاهلي لم يعتذر، الهلال اللي اعتذر، يعني الهلال طلع بيان بالاعتذار ففوجئنا ان بيان الاتحاد السعودي المقتضب، الاتحاد السعودي لكره القدم يؤكد. طب هو السعودي المصري بين الهلال والاتحاد دلوقتي والزمالك. عندنا اشكاليه هنا. لحظه واحده، الاتحاد السعودي والاتحاد المصري في تضارب في التصريحات، خلاص مين اللي هيحكم بقى؟ يعني دلوقتي هل الاتحاد السعودي هو اللي منظم المباراه ولا الاتحاد العربي؟ عايز الحقيقه، اول حاجه انا بزعل جدا واتضايق ان الاعلام المصري يكرر لفظه الاتحاد العربي. ما الاتحاد العربي؟ احنا يعني انا بسال سؤال. لا لا اصل سيبك، ما تسيبك من الاخطاء اللي بتاعتنا. لا مش اخطاء يا باشمهندس. مين اللي عمل الماتش مصر والسعوديه؟ ماتش ايوه بطلي الدوري والكاس. مين اللي صاحب القرار فيها؟ الاتحاد السعودي والاتحاد المصري. طيب دلوقتي الاتحاد المصري بيقول لك الاهلي والاتحاد وفي القاهره. الاتحاد السعودي بيقول لك الاهلي الزمالك والاتحاد والهلال. ممكن يكون عنده فكر ثاني بدل ما يلعب ماتشين ان تبقى دوره ثلاثيه. ما انت ما انتش عارف يعني. انت دلوقتي المساله، عشان كده بقول لك تبغبغ اللخبطان. تبغبغ اللخبطان، تبغبغ اللخبطان وتلخبط البغبغان. مين صاحب القرار اللي هيقول لنا لا هي كده؟ طيب عايز اقول لك ثلاث حقائق، وبعدين عايز اسال سؤال. معلش، ليه انا بقول لائحه؟ عشان لائحه وجايه يا ابراهيم. هي لائحه وجايه والله. بقول لك لائحه لسبب. ان مثلا في عاده يتقال ايه؟ المباراه بين بطلي الدوري، واذا اعتذر احدهما يشارك التالي. طبعا مثلا. طبعا مش يشارك من يختاره الاتحاد السعودي. ما انت ممكن، ما انا ممكن انا استنى، نعتبر ان الاهلي هو صاحب القرار في مباراه الهلال، ان الاتحاد المصري هو صاحب القرار في مباراه الهلال والاهلي. جه الهلال اعتذر، يروح الاهلي مختار له المنافس، اي منافس بدون ترتيب؟ لا طبعا. طب ما انت ممكن تكون بتختار منافس عشان تزود حظوظك. يعني الاتحاد ما فيش حد، ما حدش يجي يقول لك. اصل انا قريت مره يقول لك الاتحاد المصري يقول احنا مش معنيين. مش معنيين ازاي؟ الاتحاد المصري لغايه دلوقتي اول مره يتكلم قال ان الاهلي اللي هيلعب المباراه. لغايه قبلها يقينا الاتحاد المصري لكرة القدم لا يعرف مين هيلعب، لا أعلم مين هيلعب، لا اتبعت له مين اللي هيلعب، وهو آخر من يعلم. الاتحاد المصري. الاتحاد المصري. رغم إنه يا جماعة عشان بس تبقى، هل هيدافع الاتحاد المصري عن قراره ولا لأنه خلاص بلاها سوسو في النادي؟ أيوه أنا قلت لك من المرة اللي فاتت. يعني دي مباراة سوبر بين مصر والسعودية. وبالمناسبة رحمة الله عليه كان الأمير فيصل بن فهد صاحب الفكرة أنه مزيد من التآخي والتآلف بين الشباب المصري والسعودي يبقى فيه مباراة على السوبر المصري السعودي، وتعاملت بشكل كويس والأهلي شارك فيها ضد الشباب أكثر من مرة، تعاملت بشكل جاد شوية. العلاقة التاريخية وحتى الظرف الراهن بين مصر والسعودية يحتاج للمزيد من اللحمة ومزيد من التآخي ومزيد من التضامن على الأرجح وعلى الأهم بين الشعبين. كمان العلاقات الشعبية كمان مهمة جدا، المسائل تحتاج هذا التضامن. يعني أنا بس السؤال. لكن في نفس الوقت يا باشمهندس الأمر يحتاج إلى أن كل طرف يقوم بدوره. السوبر المصري السعودي، من يمثل الجانب المصري هو بطل الدوري المصري وبطل الكاس المصري اللي قررهم الاتحاد المصري، اللي لا يجب أن يغيب من الموضوع، ولو هيغيب يبقى يمشي، يبقى غير جدير بإدارة منظومة كورة في بلد أنشئ اتحاد الكورة فيها من 100 سنة تقريبا، قدامنا سنتين ونحتفل بمئوية اتحاد الكورة. أصل أنت بتقول سوبر
مصري سعودي، مصري سعودي على جايزة فيها أكبر اسمين في بالزبط المنطقة بالظبط، خادم الحرمين والرئيس عبد الفتاح السيسي. والرئيس عبد الفتاح السيسي، يبقى أنا الجانب المصري لازم يبقى معني إن مين البطل اللي يمثله، والبطل منطقية أو كل الأعراب جرت. وفي البداية قيل الهلال والأهلي، كان الخلاف على الموعد، الموعد لم يناسب الهلال لأن الأهلي ما قدرش يقول يوم 8 لأن عنده لو مشي في أفريقيا كما نتمنى جميعا هيبقى عنده ماتش يوم 9. فاللي أنا عايز أقوله إيه بقى؟ تحويل المباراة إلى مباراة ودية على جايزة مالية ده أمر ممكن يبقى من حق الاتحاد السعودي يقول مباراة ودية بين الهلال وأي حد والنادي اللي اختاره. النادي اللي اختاره، لأن لو اعتذر الأهلي ولم يعتذر يعني الوضع ده الهلال يعتذر على السوبر السعودي المصري، يبقى كان الاتحاد السعودي يقول لي مين اللي هيلعب مكانه. ده انا بس عايز النقطه دي، انا عايز اكمل. الجزئيه دي فلاش باك، الجزئيه دي فلاش باك مش جديده. ما هي فلاش باك، ما انا فاهم. انا بقول لك اصل المشكله ابتدت ازاي يا استاذ ابراهيم. اتفضل. اعتذار الهلال كيف يبعد الاهلي للهلال اعتذر؟ ايوه، حد يفسرها لي. طيب هذا سؤال، اللي يجاوبه يكسب عجله، يعتذر الهلال يستبعد الاهلي، فما مكسبه اتحاد انا برضو مش قادر اقول اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره كما الزوج اخر من يعلم. لكن الاتحاد السعودي حط للمباراه يوم 8 نوفمبر، الاهلي زي ما هتشوفوا حضراتكم في اجنده الاتحاد الافريقي 8 نوفمبر ميعاد المباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا. ما هتلعب 9 و8 يعني اوكي، لا يمكن حد هتلعب 9 لا يمكن. طيب وتبقى ايه خصوصا ان الماتش ده متحدد له الرياض. حدد للأهلي وحدد لاتحاد الكرة المصري دون أن يعترض أو يناقش أو يرد يوم 8 نوفمبر. الأهلي شاف أن ده غير مناسب للنهائي الأفريقي اللي الأهلي بإذن الله تعالى يبلغه. طلع نادي الهلال بيان رسمي صادر عنه، قررت إدارة نادي الهلال الاعتذار رسميا، يعني الأهلي ما اعتذرش، الهلال هو اللي اعتذر رسمياً. الاعتذار رسميا عن مباراة السوبر السعودي المصري لأبطال الدوري التي تجمع بين بطل الدوري السعودي بنظيره المصري. ليه؟ نظرا لعدم تأكيد يوم 8 من شهر نوفمبر المقبل موعدا للمباراة، الأهلي ما يقدرش يأكد ده، والذي اتفق عليه اتحاد البلدين الشقيقين، وبعث نادي الهلال موافقته الرسمية منذ إبلاغه بالموعد. فبالتالي الأهلي من حق الهلال وتود إدارة النادي اللي هو نادي الهلال التأكيد على اعتزازها الكبير بالبطولات الأخوية التي تجمع الفرق السعودية بشقيقتها المصرية، وترفض في الوقت ذاته أي تأخير بتحديد موعد إقامتها مما يربك تحضيرات الفريق في منافساته المقبلة، كونها اعتادت على التعامل باحترافية وفق منهجية إدارية جميل واضحة المعالم. نادي بيحترم نفسه هنا وعلى كلام محدد، وقال ان انا عندي التزامات واعتذر رسمي، ومش هيناسبني الا 8 نوفمبر. خلاص اي تغيير في 8 نوفمبر انا مش هلعب. فين الاهلي بقى؟ يمشي الاهلي من المشهد ليه؟ هل كان المطلوب للاهلي من دلوقتي يعلن هلعب يوم 8 حتى لو هلعب ان شاء الله النهائي الافريقي 8 او 9 نوفمبر؟ برضو انت هل ده كان ممكن؟ بتصور وكان الاهلي اعتذر عن المباراه. الاهلي لا يعتذر ولم يوافق. ده شغل اتحاد الكوره. اتحاد الكوره دلوقتي شايف ان في ماتش يوم 8 يتعارض في حاله وصول الاهلي، لان الماتش لما اتحدد 8 كان الاهلي عنده نقطه وكان كل الناس بتراهن على انه اوت، كانش حد متوقع انه يكسب 3 ماتشات ها ويكمل في البطوله، وباذن الله كمل. فانت لو كملت يبقى ازاي تحدد يوم، او على الاقل عايز يوم 8، يبقى انت بقى تنتظر لا قدر الله تعثر للنادي الاهلي، وكان الامر اتبعث على منطق ان يتعثر النادي الاهلي. النادي الاهلي لا يخهم في هذا، الاهلي لم يعتذر، اللي اعتذر رسميا الهلال، يبقى كان الاتحاد السعودي يقول طيب الهلال مش هيقدر يلعب في موعد لاحق، هنشوف نادي تاني يلعب، لكن ان يعتبر الاهلي معتذرا الا اذا كان الاهلي اعتذر. احنا انا ما اعرفش، انت سمعت ان الاهلي اعتذر؟ انا ما سمعتش. الاهلي لم يوافق ولم يعتذر. يعني حتى انا بقول لك اتحاد الكوره عضو بارز فيه النهارده بيقول لي لا احنا جات لنا ورقه ولا طلعنا ورقه ولا حددنا ميعاد ولا نعرف حاجه. ده اتحاد الكوره المصري ما حددش ميعاد، لكن الهلال بيقول لك اتفق الاتحادين. يا سيدي ده ميعاد 8 نوفمبر الاول. ايوه الاتحادين. يبقى عندهم ورقه ان في ماتش. ما
العامر حسين المتغيرات ما فيش المتغيرات كل اللي حصل لانه لما اتقال الاهلي مش مناسب ليه 8 نوفمبر والهلال اعتذر فجاه طلع قرار الزمالك هيلعب الماتشين الزمالك رابع الدوري انا هيلعب مع الهلال انا شايف ان بطل الدوري انا اسف هذا موقف يعني مش عارف اوصفه بايه يعني انت تتجاهل اتحاد الكوره دون ان تناقشه وتقول له مين اللي هيلعب الطرف الثاني مين التاني. اللي هيمثلك ما ازاي الاتحادين بقى هنا يعني اتحاد اذا هي مباراه وديه خلينا نحط الشيء في نطاقه بقى مظبوط وده في الحاله دي ما فيش غلط هنا الاتحاد السعودي ينظم مباراه بين الهلال بصفته بطل الدوري الهلال مع الزمالك واحد الانديه اقترح الاهلي بصفته بطل الدوري لما لقى الميعاد ما نسيبش الاهلي قال لك يبقى الزمالك تجاوز الثاني والثالث اللي ما اعتذروش واخد بالك واللي سمعت برضه ان هم متضايقين من الحكايه دي يعني مش سمعت ده هو الاهرام الاسماعيلي يحتج على تجاهله ويطالب بتطبيق اللائحه وده امر منطقي جدا لانه الاسماعيلي وصيف الدوري هو الثاني بعد الاهلي وطول عمرها المشاركات كده انت بتتكلم على بطل الدوري المصري مع بطل الدوري السعودي مفيش بطل الدوري الاهلي لسبب او لاخر مش هيلعب او مش عايزينه يلعب او مش هتلعبوه انتوا احرار لكن في الحاله دي يبقى الوصيف مفيش الوصيف يبقى الثالث مفيش اللي هو المصري مفيش المصري يبقى الزمالك لكن هو هل مقبول للاتحاد المصري يقول بلاش الهلال يلعب الشباب السعودي هو اللي يلعب هل الاتحاد المصري عنده القدره والفرصه والحق في التدخل انه يختار مين يمثل الاتحاد السعودي في السوبر المصري السعودي؟ ما اظنش. فبالتالي يعني عايزينها الكلام ده عايزينها مباراه بجد ولا عايزين تعرف طب لما يعتذر الهلال كان يقدر الاتحاد المصري يقول له عايز العب نادي الوحده مثلا او نادي الاتفاق مثلا ما يقدرش يقول له كده هقول له رشح لي مين يمثلك؟ مين يمثلك او مين التاني بتاعك؟ بس لان دي خناقه هتبقى ده محليه يعني لو الاتحاد السعودي تجاهل صاحب المركز الثاني ممكن يبقى في مشكله عنده بينه وبين انديته ده هو حر فيها زي ما النادي الاتحاد الكره دلوقتي لو رشح الزمالك هيبقى عنده اشكاليه مع مجموعه من الانديه صاحبه الحق بس هو حر يعني يتحمل هذه الاشكاليه طالما ان ما فيش لوائح احنا عايزين الـ يعني اللي فهمته ان دي تبقى باستمرار وجايزه ماليه كويسه لكن اذا كان الاتحاد السعودي ينظر الى هذه المباراه انها مباراه وديه مقترحه فمن حقه يقول مباراه وديه بين الهلال والزمالك بما انه استقر على الزمالك والاتحاد والزمالك في اطار مباريات وديه واللي يكسب ياخد مليون دولار تمام الاسماعيلي قالت اخبار اليوم الاسماعيلي يحتاج للجبلايه بسبب الزمالك اللي حاصل ده استفز حتى النقاد الزملكاويه نفسهم ومن بينهم الناقد الرياضي الكبير والمحترم جدا محمد سيف كمصري استفز من اللي بيحصل استفز من هذا التغييب وهذا كيف يرضى اتحاد الكره عن هذا الاخفاء التام للاتحاد خاصة المصري خاصه النهارده بعد ما اعلن بقى هيعمل طب إيه؟ انت كاتحاد كره النهارده على لسان المتحدث الرسمي ليك احمد مجاهد اعلنت المباراة بين الاهلي والهلال بطل الدوري هو النادي الاهلي والمباراة في القاهرة اعلن مجاهد كده طب وبعدين مين اللي هينفذ ومين اللي هيتكلم محمد سيف استفز جدا فكتب في لحظة من فضلك هو مين اللي بيدير الكرة المصرية ليس دفاعا عن الاسماعيلي فلديه رجاله يدافعون وليس انتقادا للزمالك فهو غير مسؤول ولكن السؤال موجه للسادة أعضاء اتحاد الكرة المصري المحترمين كيف يعتذر الأهلي عن عدم لعب السوبر المصري السعودي بصفته بطل الدوري ثم يتم اختيار الزمالك رابع الدوري بديلا له وبيقول محمد سيف ويقال أن الاتحاد العربي هو من اختار الزمالك وزي بتنرفز جدا من الزج باسم الاتحاد العربي في مباراة بين مصر والسعودية اختزال المسألة محدش عايز يقول يقول لك الاتحاد العربي يا عم الاتحاد العربي كيان اكبر بتتكلم على كل الدول العربيه هذا لم يحدث هذا ليس من اختصاصات ولا سلطات الاتحاد العربي بلاش ارجوكوا العبث بالعقول اكتر من كده محمد سيف استفز نفس الاستفزاز وقال ما دخل الاتحاد العربي بتنظيم مثل هذه المباراه اليست هي من اختصاص الاتحادين المصري والسعودي
وهل المسألة تخضع لاختيارات على الكيف والمزاج أم للوائح؟ إذا اعتذر البطل أليس وصيفه هو البديل؟ وأين أنتم من هذا الاختيار؟ دوركم إيه؟ بتعملوا إيه؟ يتساءل محمد سيف، يعني غيركم يقرر وانتوا تقولوا أمين؟ ملكوش كلمة ولا رأي؟ انتوا مش مكسوفين؟ عيب، مش كده؟ ده محمد سيف. نطلع ده لفاصل. كلام محمد سيف ولا ده تعليقك؟ ده نص محمد سيف، بس برضو نص محمد سيف، بس هو على الشاشة كاملة. برضو في حتة فاتت الأستاذ محمد، ها؟ انه الظاهر يا ريت النص يطلع على شوارب. في حتة فاتته، قال لك بعد اعتذار الأهلي، هو الراجل ما تخيلش ان ده ممكن يحصل والأهلي ما اعتذرش. الا اذا كان الأهلي اعتذر. الأهلي اعتذر؟ لا ما اعتذرش. انت راجل قيس تحرير، انا راجل من حق ان انا افوت. الأهلي اعتذر؟ بلغك انه اعتذر؟ لم يعتذر. كتب في اي حتة انه اعتذر؟ ولا فاتك الخبر ممكن تكون في اخبار انه اعتذر؟ ولا الهوى. ولا الهوى، اذا الأهلي ما اعتذرش يبقى ما يقولش بعد اعتذار الأهلي. هي بعد اعتذار الاتحاد تقرر تكون المباراة بين الاتحاد والزمالك، هي كده. بعد اعتذار الهلال المباراة بين الهلال والزمالك، هذه مباراة ودية. ابعدوه عن السوبر بقى، عايزين تحطوا فيها المليون دولار ماشي. ارجع اكرر اللي قاله محمد سيف في ختام كلمته، انتوا مش مكسوفين؟ عيب. مش كده بجد. الاتحاد المصري، بس الاتحاد المصري عمل اللي عليه اهو، قرر اهو يمثل الكره المصريه. يا استاذ ابراهيم والنبي، عشان ما نتحملش برضه، ما جالناش من الاتحاد المصري ما يفيد انه غير قراره. الاتحاد المصري انه الاهلي والهلال خلاص خد قرار وقال لك المباراه في القاهره، زاد من البيت شعرا، مش كده؟ ايوه، قال المباراه في القاهره، اذا هو خد قرار. ما نقعدش بقى كده نستناه، ما ينفعش تقول له انت ما بتتكلمش خلاص. ليه؟ اتكلم. ننتظر هل الاتحاد هينفذ قراره؟ يعني احنا هنلومه على ما هو متوقع انه يتراجع اذا تراجع. ننتظر قرار الاتحاد عند هذا الحد. هنطلع لفاصل ونحييه على هذا القرار الى ان يعدل. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف بلوى تانية، حكايه الخط المايل والحال المايل. طب اغبغ الخطوط. اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم قبل الفاصل هنناقش الحال المايل في الخط المايل، لانه ما اعتقدش ابدا في حال مايل اكتر من ان انت تلعب في خط وتميله، لكن حصل. بس قبل ما نشوف ده حصل ازاي وحصل من مين واخرته وعقبته ايه، الاهلي عدى الحدود الصعبه، ومع هذا مش عاجب الناس. مش عاجب الناس او بعض الناس اللي مش عايزة تاخد بالها انه الاهلي في اخر 42 يوم لعب 9 مباريات، تقريبا معدل غير ادمي. 9 مباريات في 42 يوم بواقع تقريبا مباراة كل 4 ايام وعلى كل الاصعدة. كل رابع يوم، مش كل 4 ايام، كل 4 ايام، كل رابع يوم، كل رابع يوم. يعني 3 ايام، 3 ايام وماتش، 3 ايام وماتش. الاهلي بدأ الموسم عشان الناس تاخد بالها يوم 17/7 بمباراة تاون شيب بطل بوتسوانا. بكرة هيلعب 28 أغسطس مع كامبالا سيتي، تكون الفترة كملت ل 42. 9 مباريات اتلعبوا في ال 42 يوم. 4 في أفريقيا، 4 في الدوري، مباراة في البطولة العربية. يعني مباراة كل 4 أيام. الأهلي لعب في القاهرة مباراتين من أصل التسعة. أمام دجلة والإسماعيلي لعب 5 مباريات في برج العرب، يعني برضو سفر للإسكندرية وعودة منها كل يومين أو 3، ولعب مباراتين خارج مصر، راح بتسوانا وراح تونس في ال 42 يوم. شوفوا تخللتهم رحلتين، واحدة لبتسوانا في أطراف الجنوب الأفريقي وواحدة في الشمال. يعني عندك مش هنقول 4 أيام، 5 أيام سفر سفر
يعني على اعتبار ان في حاجات منهم بتاخد اكتر من يوم. ايوه. خمس ايام سفر رايح جاي. هم اربع مش سفريتين؟ باربع سفرات بخمس ايام. ايوه. خمس ايام يعني عدد ايام المتاحه ليك للتدريب واللعب 37 يوم من ال 42. 37 على كام؟ على تسعه؟ لعبنا تسعه. بخلاف الارهاق بتاع السفر، عشان الناس قريت برضو او سمعت في احد بتاع اراء من ناس بحترم رايها جدا وكلامهم في منطق. هو احنا ابتدينا الموسم عشان نقول ارهاق؟ ايوه. الارهاق مش بس انك انت على فكره تبقى ممكن تبقى فت جدا، لكن النهارده انت مرهق. مرهق من ايه؟ سهران، مسافر، عندك مشكله، متوتر كده. فلما يكون النادي الاهلي متعرض لكل هذه الاعتبارات، التوتر والغيابات والاصابات نتيجه السفر ده ونتيجه الارهاق ونتيجه دخول الماتشات، ما تلحقش حتى تعالج لعيب عندك. يعني اللعيب المهم المؤثر لو اصيب يغيب 3 4 ماتشات. صحيح. عشان كده هنلاقي باستمرار ناس بترجع وناس بتغيب ومحدش عايز ياخد باله. الاهلي لعب مع حرس الحدود المباراة رقم 23 في تاريخ لقاءات الفريقين، فاز 2-0 في الأسبوع الرابع، تصدر الدوري، سجل الهدفين صلاح محسن وعلي معلول علي من ضربة جزاء. الأهلي رفع رصيده للنقطة العاشرة. الأهلي قبل كده أو بهذا اللقاء يكون لعب مع الحدود 28 مباراة، فاز الأهلي في 23 والحدود فاز مرتين وتعادلوا 3 مرات. الأهلي سجل في الحدود 50 هدف ثم هدفين يعني 52 هدف، والحدود 15 هدف. سريعا عناوين الصحف والمواقع حول تخطي الأهلي عقبة الحدود. الأهرام قالت صعد إلى قمة الدوري مؤقتا للمرة الأولى. الأهلي يتخطى حدود الحرس في 4 دقائق، وبدرس يتفوق على سليمان في التغييرات الإيجابية. ما بقاش مؤقتا زي ما بيقول لعب منعم القسطى، بقى رسميا، لأنه كمان الزمالك خسر قدام نجوم المستقبل. بيراميدز كان فاز امبارح على الداخلية فتساوى مع الأهلي في 10 نقاط وتصدر الأهلي بفارق الأهداف. أخبار اليوم قالت الأهلي يتصدر الدوري بالفوز على الحرس بهدفي صلاح ومعلول. الأخبار المسائي الأهلي يقبل العيدية، يستغل الأخطاء ويفوز على الحدود بهدفين ليتصدر الدوري. والأهرام المسائي كان منشطها الأهلي يعبر الحدود، فزع الحرس بهدفي صلاح ومعلول ومسعد عوض يقدم العيدية للشياطين. المساء قالت الأهلي بخبرته عارف سكته، حقق الفوز الثالث على الحدود ووصل للنقطة العاشرة واعتلى القمة. دي منشطات الجرايد. أنا حبالي تعليق في حينه على موضوع الهدية بتاعت العيدية. طيب، آراء المحللين. الشيخ طه إسماعيل كبير المحللين يتوقف عند سلبيات وإيجابيات أداء الأهلي أمام الحرس في أون سبورت. نشوف. مجرد بس محاولة الضغط على مسعد عوض أخطأ، راحت لصلاح محسن. مجرد الضغط اللي حضرتك قلت عليه الأهلي لا يجيده لا في الأمام ولا في الخلف. ما هي دي نقط حساسة في المباراة. الضغط أول يعني أسلوب من أساليب النواحي الدفاعية. بص الضغط. بالظبط بالظبط. نعم. ارتباك كلها مره واحده كان ممكن يوقفها لو ما حدش ضغط عليه ولعبها مستريح. صحيح. عشان كده برضو دي برضو النادي لازم يحسن ازاي يظبط نفسه في موضوع الضغط في بدايه المباراه. نعم. لان بدايه المباراه الضغط رايح منه تماما. صحيح. ما بيضغطش. نمرة اتنين ما بيستحوذ طبقا للفريق الثاني بيضغط عليك ما بيديكش فرصه ابدا تستحوذ. نعم. ولا تنقل. نعم. فانت لا بتنقل تحت ضغط ولا بتضغط وتاخد الكوره ثاني. فبيبقى شوط بالظبط زي شوط دجله، شوطين. نعم. زي بعض بالظبط. فده لازم النادي الاهلي يبحثوا بدنيا، يبحثوا ازاي نعمل. ممكن اسال حضرتك سؤال وبشرك ضيوف الاعزاء فيه؟ يعني كلنا اجمعنا ما بين الشوطين ان الاهلي بدنيا في حاجه. طب اللي عنده حاجه بدنيه ده ازاي بينهي المباراه في دجله وفي حرس الحدود على افضل ما يكون؟ حاجه تجنن برضه كده. لا، ما انا اقول لحضرتك الحق. هو بينهي في الوقت اللي الفريق الثاني اللي بينتهي. يعني وقت ما الفريق الثاني بيبتدي
يقل ايقاعه نتيجه للمجهود الجهد الكبير اللي عمله في الشوط الاولاني وجزء من الشوط الثاني، يبتدي الايقاع ينزل، بيبتدي النادي الاهلي يتحكم اكتر. لكن انا اللي انا عايز اقوله ان حتى لو الفريق الثاني في كامل لياقته لازم انا ابتدي معاه النادي الاهلي بكامل لياقتي واحسن من البدايه، ودي هتبقى حاجه الافضل. لان لا يؤتمن ان كل مباراه زي دي، يعني مثلا حرس حدود دجله ضيعه في الشوط الاولاني اجوال، النهارده حرس حدود ضيع في الشوط الاولاني اجوال، طب لو جابوا الاجوال ديت صحيح، طب انت تعمل ايه؟ هتبص تلاقي نفسك هتنحت في الصخر في الشوط الثاني. انما الماتشين اللي نفعك ان الفرقتين ما جابوش اجوال، سيطروا كل حاجه، لكن ما زال الجيم 0-0، ممكن تجيب جول تكسب بيه. ولذلك النادي الاهلي اللي جاب الجول ده وجاب الجول الثاني والماتش دجله نفس الشيء. لكن انا اللي بتكلم عنه ان مؤكد انا ككوتش، وانا اعتقد كارفيرون هيحطها في اعتباره، لازم هيدرس هذا الماتشين دول، يدرسهم دراسه جيده ويشوف ازاي اللعيبه بتاعت النادي الاهلي الشوط كامل في الاولاني والشوط الاولاني ده ازاي بعاد جدا عن الحده البدنيه اللي مطلوبه، ان انا في الضغط ابقى زي الفريق اللي قدامي على الاقل. مش اقل منه. طبعا دكتور طه الحقيقه بيستخدم الفاظ محدده ما بيستخدمهاش غيره، بس شديده الاهميه والتلخيص. الحده البدنيه، ان يكون مهاجم شارب، في فرق انك تؤدي، انك تحلق، وفرق انك تضغط بحده ضغط المؤثر اللي يخلي اللي قدامك يغلط او يحتاس او يتسربع. المره الوحيده اللي فيها ضغطه الحكم الجون اتسرع، الناس بتلوم مسعد عوض وبيلقحوا كلام، واخد بالك؟ مسعد عوض لعب الكوره سوء تقدير راحت وعلى فكره مره حصلت عندنا جون بتاعنا بيدي الكوره لحسام غالي جلت منه وراحت وجت فينا جون بنفس الطريقه. فانا يعني اللي عايز اقوله ان ليه بنغفل مهاره اللاعب اللي راحت له الكوره؟ ما هو اللاعب اللي راحت له الكوره ده ما راحتلهوش كوره سهله، ده لعبها في المقص وبتلف ولب بحيث انها تتجاوز الجول. لو لعبها بقوه كانت عدت العارضه، صحيح. لو لعبها اضعف من كده او بما ليس بهذه الدقه الجون كان يقدر يجيبها ويمسكها. لكن هو خطا استغله لاعب مهاري من نوع خاص. بص القوه المطلوبه في المكان المطلوب بتوجيه صحيح. طيب ده راي الشيخ طه. نشوف راي كابتن ضياء السيد في قناه النيل للرياضه. وضياء الحقيقه عنده دايما ملاحظات على سلبية الأداء، يمكن بعض الحالات بيبقى مأفور شوية، بعض الحالات بيبقى عنده رغبة أو غيرة على أنه الفريق يظهر بقدرات أحسن، لكن في كل الأحوال أعتقد الملف الساعد. نشوف الكابتن ضياء. اللي أنا عايزه أتمنى كمان أنه يوسف والجهاز ياخدوا بالهم من ناحيه الفلتان عند اللي اتكلمت عنه ازارو، عند ازارو واتكلمت عنه، وكمان الدكه بعد في الكوره مع الحكم كده مروان محسن. مش مروان، معرفش مروان، انا مش عايز اتكلم عليه، كان بيتكلم على حد اداري. لازم يبقى في انضباط، وكل اللعيبه اللي انت هتعتمد عليها بره لازم لما تفاجئ انا واشوفهم لازم يبقوا جاهزين عن كده. ازاي بقى توصل لدي؟ دي شغلتك انت وكارتيرون. ما ينفعش انه اقول اصله قدامه 10 محتاج 5 6 ماتشات عشان يخش. ده كلام يا كابتن، ما بتستناش على حد، ده كلام فاشل. انا اجيب لما بيغيب ويرجع بتحس انه ما شاء الله عليه اكنه كان بيلعب امبارح بالليل. انا ما اخدش نجيب مثال واخد ان انا التمس حجه لاي حد تاني انه محتاج اصل 3 4 ماتشات عشان يخش. وكلام بقى ايه بقى اللي هو ايه اللي بنقوله وهو مش حقيقي. عايزين ندخلهم في فورمه المباريات، عايزين ندخلهم في فرن العيش، عايزين ندخلهم يا جماعه الناس كلها بتتمرن مع بعض، يعني الناس كلها بتتمرن مع بعض، الناس كلها تشتغل تخش على طول، دي منظومه نادي كبير. طيب هتفق مع كابتن ضياء في الجزئيه بتاعت ازارو، لان انا كمان مش عاجبني انه بيلعب وهو مش سعيد، واحيانا يبدو انه منفعل باستمرار ومعترض باستمرار وزهقان. لا،
جزء من الانضباط التكتيكي انضباط سلوكي، لابد ان تظهر عليه الجدية احسن من كده، لابد ان هو حتة الاعتراض على قرار الحكم او غيره ده ما اعتقدش كان عنده قبل كده، يعني حتى مش في شخصية وليد ازارو يا باشمهندس. هو وليد ازارو ما شفتوش غير في الماتش ده بالحدة دي صراحة يعني. ويبدو ان الاصابة اللي اصيب بيها نرفزته، او ان تأخر المكسب، او الماتش اللي قبليه بقى نرجع ما كانش فيه تعاون معاه كافي، كان يقدر يجيب اكتر من فرصة لو اللعيبة اديتها له بدل ما تلعبها، في شوية حاجات كده انا نفسي حسيت. لكن ازارو الحقيقة بيؤدي بمنتهى الاخلاص، لو هو ابراهيم في دماغه حاجة ما كانش يؤدى بالاخلاص ده. ازارو من اكتر الناس اللي بتدي لك دفاعا وهجوما وضغطا ومحاولة وكل حاجة. لكن انا معاك ومع الكابتن ضياء، ولو ان انا عارف ايه الكلمة اللي زعلتك انه يخش الفرن وبتاع ما كنتش عايزه التاريخ انت. لكن هو اتكلم في نقطة ان انك تشغل نفسك بانك تتوتر، وكمان هو علق على نقطة تانية، مش ضروري ان انا مش دوري ان انا اعدك في الملعب. مش دوري ان انا اعدك في الملعب، عايز اعدك في الملعب يبقى الفرقه مرتاحه جدا كسبانه ثلاثه بتاع اروح منزلك اديلك احساس الملعب. لكن اعتمد عليك في ماتشات مخنوقه هو بيقول قولوا كلام تاني، ما تقولش ان انا بعده بقى. لان في لعيبه بتنزل مستعده، وانا شايف ان منهم صلاح محسن ومحمد نجيب حتى ناصر ماهر. هو ناصر ماهر اما يديني ساعه يبقى مش جاهز؟ لا جاهز كويس طبعا، بس يقدر يديني 90 دقيقه؟ لا لسه. وما اقدرش اتجاهل يعني الدور اللي يقدر يلعبه لي، علشان لازم اجهزه 100% عشان يلعب. ربما يريد الكابتن ضياء انه ينصح اللاعب نفسه بقى، لا دورك بقى انك تنزل جاهز، ما تعتمدش على الماتشات تجهزك. انا معاه في ايدي بقى لو ده قصده. هل الكابتن هشام حنفي مصدق هو راخر شكوى كارتيرون من الإجهاد وتوالي المباريات ولا لا؟ نشوف. النادي الأهلي النهارده كان في إجهاد، ويمكن برضه لتاني مرة مستر كارتيرون بيقول إن عندي إجهاد واللعيبة مجهدة وعندي ضغط المباريات والماتشات صعبة جدا ورا بعض. طبعا ما هو مش جديد على النادي الأهلي. شايفها إيه؟ شايفها يعني حجة ولا كلام واقعي منطقي؟ مش حجة، أقول لك ليه؟ لأن ممكن تبقى حجه قصدي بالنسبه له، التمس له فيها العذر ليه؟ لان انت النهارده اللعيبه كلها مش جاهزه يا كابتن ضياء يا كابتن بسيوني. لو اللعيبه جاهزه فنيا واقفه على رجليها كويس مش هتحس بالكلام ده خالص. لكن هو واضح ان كمان اللعيبه مش مساعداه ان تبقى في الفورمه واللياقه البدنيه العاليه. جايز بس ده سؤال عريض جدا. مين اكتر حد انت شايفه النهارده ما كانش جيد او ما كانش عند حسن الظن؟ وممكن تقول اكتر من لعيب بالنسبه للنادي الاهلي يعني. مش عيب في حد ولا ان انا اقول مين اللي يعني فنيا. لا فنيا لا، اللعيبه لسه ما وصلتش للحاله الفنيه العاليه اللي معتاد عليها. في تعب باين، في تعب، سفر وجاي بتلعب ماتش هي في افريقيا وترجع تلعب ماتش من ثلاث ايام مع دجله، بتلعب النهارده ماتش من ثلاث، يعني كل الامور ضغط. انت بتلعب في بطولات، اربع بطولات، ثلاث بطولات خلينا نقولهم عشان الرابع لسه كاس مصر لسه مش دلوقتي. الروح الفنيه للعيبه والحاله المعنويه لسه ما ارتقتش لغايه النهارده في النادي الاهلي. جميل. النادي الاهلي احسن من كده بكتير، لكن احنا لسه ما شفناش، فهنلتمس العذر في حاجات دي، لكن مش مبرر. انا برضو عشان مش مبرر، لان اللعيبه المفروض انت عندك 30 لعيب احسن من بعض، فاللي بياخد الفرصه النهارده ده الواحد كان بيستنى بس يعني ايام زمان اللي يدخل الحمام عشان عشان ينزل من مكانه. يعني هي الدنيا ملخبطه الناس، حتى كابتن هشام لا في تعب بس مش حجه. لا التعب حجه. يعني مش عايز امنعش ان التعب حجه مش عمره. وانا زي ما قلت استاذ ابراهيم مش عمره. طيب مش لخبطه البغبغان ولا انت بتخبطني لخبطاني بغبغان. عايز اقول لك حاجه، يعني هو انا معنى ان انا مرهق ان انا بدنيا مش جاهز؟ لا انا مرهق، انا جاهز الى حد معقول في كبدايه موسم. ومين قال ان فريق النادي الاهلي او اي فريق في العالم بيبتدي بعنفوانه في بدايه الموسم؟ مش ممكن، مفيش. ده ضد المنطق. انت لو تذكر ان الفتره اللي بدا يتغنى بها
النقاد والمحللين على شخصية الأهلي وتفرده، لا سيبه لوحده ده شخصية ده مش عارف إيه وبمن حضر والكلام ده، ده كل ده كان في الجزء الثاني من الدور الثاني قبل الدور الأخير اللي بعد ما كسبنا البطولة بقى وناس ريحت ورخرخت. فأنا لا الإجهاد إنك تبقى وأنت فت جدا جالك خبر وحش قعدت سهران وبتفكر وما نمتش كويس تبقى صاحي مش مركز ومرهق رغم ان انت متمرن كويس جدا. فالسفر والارهاق وقالوها كلمه بس عبروا عليها عبور كده، انت بتلعب بطولات مختلفه على اهداف مختلفه على مدارس مختلفه. بالظبط بالظبط، يعني تلعب البطوله العربيه وتلعب البطوله الافريقيه وترجع تلعب الدوري، تطلع تلعب النجمه، تطلع تلعب الترجي، ترجع تلعب الدوري، حتى الحسابات الفنيه وبعدين ترجع الترجي من تونس مختلفة. عشان تلعب مباراه اول يوم العيد شوف اللخبطه النفسيه اللي فيها اللعيب مش قادر يقول لاولاده كل سنه طيبين يا اولاد واشوفكم انتوا نازلين ونذبح سوا، بيلعب اول يوم العيد وثالث او رابع يوم العيد. ما لسه بقول لك اول يوم العيد وبعدين تسافر عشان تلعب رابع يوم العيد، يعني جاي من السفر تلعب اول يوم العيد تسافر اسكندريه عشان تلعب ثالث يوم العيد. مين يقول ان دي ظروف طبيعيه لاي انسان؟ فلازم يبقى حاسس فيها نوع من عدم التركيز، نوع من عدم من الملل. يا اخي مفيش ملل؟ ما بيجيش ملل للناس؟ بالتاكيد. طيب ما ينفعش حد يتكلم عن ازارو عن كوليبالي اكتر من حد حاسس بالملعب وعارف حتى مانويل جوزيه كان بيعمل ايه في الظروف ديت اكتر من عماد متعب. نسمعه. على المرمى خلينا نقول طبعا ديفنس الاهلي كويس، لكن اضافه سليف كوليبالي اضافه قويه للنادي الاهلي اكيد طبعا. دي بتكون رؤيه المدرب، يعني في مدير فني ليه رؤيه وليه عين، شايف لعيب جابه عارف هيستفيد منه ازاي وقدر يستفيد منه. يعني سليف كوليبالي سجل على ما اعتقد هدفين وبيأدي بشكل كويس مع النادي الاهلي وعامل اضافه لخط دفاع النادي الاهلي، فشيء طبيعي المدرب بيبقى ليه رؤيه طيب عايز اكلمك شويه على المهاجمين وهوريك لقطه مهمه جدا برضو كابتن وحضرتك كابتن عمرو اتكلموا عليها وكيفيه الاستغلال الامثل. يعني ادي كوره كل اجمع انها نموذجيه اتعملت بشكل كويس، التمريره ممتازه ثم العرضيه من علي معلول زي ما الكتاب بيقول. هنا بقى كابتن عماد براسيه وليد ازارو، يعني انت قلت لي نقطه فنيه مهمه جدا، انت قلت لي ليه هو مصمم انه يلف رقبته بالظبط، هل يعني وقلت لي كمان ان جوزيه كان ليه دور مهم جدا في الكرات اللي زي دي لما انت كنت راس حربه النادي الاهلي. بالظبط يا كابتن، يعني الكره دي يمكن من افضل الهجمات اللي عملها النادي الاهلي في الشوط الثاني، وطبعا عرضيه نموذجيه من علي معلول، لكن عايز ارجع سنه بس لتحرك وليد ازارو في الاساس. تحرك نموذجي ازاي هو ورا المدافع وخطف الثلاثة متر الاولانيين بقى هو قدام المدافع. بس الغلطه الوحيده اللي عملها وليد النهارده انه لف دماغه. احنا يا كابتن من اولها يا كابتن عماد بالظبط. نعم ده ناصر ماهر على ما اعتقد. ناصر على فكره ناصر طالع كويس جدا طبعا لعلي معلول. بص حركة وليد ازارو فين هايل. التحرك ده تحرك نموذجي. هو ده تحرك المهاجم. نعم تحرك نموذجي. الغلط اللي عمله وليد او الخطا اللي عمله وليد انه لف دماغه. احنا يمكن مع مستر مانويل جوزيه قعدنا بنتمرن سنوات على ازاي الكره لما تلعب من الاتجاه نلعبها في نفس الاتجاه ما نلفش نفس الاتجاه بتبقى اقوى واسرع واصعب على حارس المرمى، لان حارس المرمى بيحاول يرجع يقفل المرمى. فبتحط في اتجاه بتبقى صعبه جدا والكره بتروح بقوتها اسهل لك. اسهل ليه طبعا اسهل ليه قدامك عادل اسهل للمهاجم احولها ممكن تليم برضه في الحقيقه كلام عماد متعب فكرني علشان الناس اللي ظلمت مانويل جوزيه والبصمه بتاعته على اللعيبه وانه كان بيكسب علشان عنده احسن اللعيبه نسيوا انه اولا عماد متعب دلوقتي بيقول انه الراجل بذل مجهود كبير معايا في الكره اللي زي كده ان انا ما لفش دماغي. الوضع التشريحي بتاعه ازاي مانويل مركز في التفصيله زي ما ابو تريكه قال مانويل في الكرات الثابته علمه يحط رجله فين في الكره بالظبط من انهي حته يشوط عشان تروح في المكان اللي هو عايزه بالدقه اللي محتاجها. هو ده دور مانويل وهي دي بصمته وهو ده السبب من الاسباب الكبيره يا باشمهندس اللي خلته عمل هذا الجيل الذهبي.
كان معني جدا بكل شيء. وانا بقول لك التمرير اللي كان بيعمله 13 ضد 13 في تلت ملعب مش في نص ملعب كان الهدف منه ان يعودهم على اللمسه واللعبه. ما كانش في لعيب يقدر يلحق يوقف الكوره. يا يلعبها على طول يا لمسه ولعبه. والصفاره كانت في اللمسه الثانيه تبقى صفاره فاول. فتصور طول السنه اتفرج على هذا التمرين، ما فيش تمرين يخلو من هذه التقسيمه. 13 ضد 13 لما تبقى عاده حركيه عندك، عاده هتجي لك الكوره مغمض هتعمل كده. ما عندكش وقت انك انت تتلف وتدور. وامبارح كان بيتكلم استاكوزا واتكلم على حته انه لما شفطه من ماتش وبعد كده قعد كتير ما يلعبش، انه نبهه استاكوزا ما تعمليش كده، ما تلفش كتير، ما تلفش كتير على طول. فبيقول لي بعد ست دقايق عمل لي كده بدماغه كده لسه بتلف، وقعد يلف في الملعب بيسخر منه، وقال له تعالى يا حبيبي اقعد جنبي. هو كان هي بيفرض مدرسه واسلوبه، وكان معني بالتفاصيل ويرفع، كان بيمرنهم ازاي يرفع الكوره كورنر. ده كنت اشوفه انا بستمتع بيه وهو بيرفع الكورنر، وكان يراهنهم ازاي يحطها في الجون. فمانو جوسيه طبعا مجدد معني بالتفاصيل. واعتقد ان كارتيرون بس بنفس ثاني بتاع بس عماد متعب يعني فكرني بانه الكوره واللمسه والقوه طبعا بخلاف العظيم اللي ملوش نظير على مستوى العالم فلافيو. يذكرني ان اللي كان بينفذ ده بالغريزه محمد رمضان. ملوش دعوه بالجول، صحيح هو حافظه رسمه في دماغه. لكن يعملها كده، يعملها كده لمسه، يقول لي وهي جايه انا مش شايف جول بس عارف انه 100% هتحرك كده. ما انا مغمض راح اعملها له كده تروح. لذلك اجوانهم كلها كانت تتسم بالسهوله الظاهريه والعبقريه في بالزبط. التنفيذ والمفاجاه، والمفاجاه والهدوء والهدوء. فالنهارده لو قدر كان بالخبره بدماغه صحيح. كان بيشوط بدماغه، لا فيها قوه، قوه وتوجيه. طيب انت عندك بعد كده ايه؟ طيب ضربه جزاء للاهلي في هذه المباراه، ايوه الشناوي وليد ازارو. نشوف خبير التحكيم الكابتن احمد الشناوي شافها ايه. تيجي ضربة الجزاء نعم والحكم هنا ورؤيته ليها، انا عايز اقول ان ازارو مواجه للمرمى نعم، ويعني اللعيب وراه نعم، يعني انا شايف ان هو ايه اللي هيوقعه نعم، لكن هو طبعا نتيجه اندفاع اللاعب وهو دي تعتبر دفع نعم. طبعا هي مش فرصه محققه ان في لاعب تاني من لعيبه نعم. الحدود كان لازم ان طارق مجدي يدي انذار لان المخالفه فيها دفع نعم. وطبقا للقانون طالما المخالفه فيها دفع وهناك نعم. هجمه واحده لابد ان يدي انذار واضح جدا، دفع من لاعب الحدود اللاعب ازارو، فبالتالي نعم. المخالفه صحيحه، وبعتقد ان الحكم الاضافي ممكن ورا ساعد في الامر. ايوه يا حبيبي، دلوقتي كابتن شناوي انصف في ضربه الجزاء، ولكن يحضرنا هنا عشان احنا اقول لك ما الكابتن سمير عثمان قال مش ضربه جزاء في قناه الاهلي. هو اختلافهم رحمه ولا عذاب؟ وبعدين الكابتن سمير انا كلمته قلت له يا كابتن سمير مش ضروري عشان انت في قناة الاهلي يعني التطرف في انك انت حيادي اثبت ان انا يعني في كرة خطرة انها ما اثرتش على نتيجة المباراة فتاخد الشك في اتجاه الالغاء، في دفع باليدين. قلت له هو في مبرر زي ما الكابتن الشناوي قال، الراجل ازاره الكرة سندها وهيخطفها وهو دي لعبته، انه سريع التلبية مش محتاج انه يقع عشان يقول انها بعدت عنه، فهو الدفع. ده راجل في السكس يارد ومفيش بينه وبين الجون اي مدافعين، الدفع جات له من ظهره، يعني ما عندوش اي حجه او اي سبب يدعوه الى انه يعمل سيميليشن او يمثل. فالحقيقه يعني مساله انا بقى موضوع التحليل الاستوديوهات التحليلي ده هنيجي في الخط المايل والحال المايل، انا بقى ارجو ان يتوقف. طيب الحال المايل
في الخط المائل. التحليل التحكيمي عشان طب ما تيجي قبل ما نروح لها عندنا بقى بيقول لي شوارب انه جاب لنا التصريح عشان نؤكد على موضوع السوبر ده، تصريح للاتحاد المصري هل هو مؤكد ولا ما كانش مؤكد؟ وريه لنا كده على حطه لنا على الشاشه كده صوت وصوره. اعرضه طبعا. المصري السعودي ومباراه ال 100 عام على هامش الاحتفالات او التكريم بتاع 100 عام زايد، ان حصلت الفتره اللي فاتت طبعا لغط كبير جدا ولبس في الـ في الـ في, الـ في الامور وبعض الشد والجذب. الحقيقه تواصل المهندس انا ابو ريده رئيس الاتحاد مع الوزيرين، وزير الشباب او رئيس هيئه الرياضه السعودي ووزير الشباب والرياضه المصري، واتصالات بمسؤولين الانديه ومسؤول النادي الاهلي وكل المسؤولين المنوط بهم ولجنه المسابقات وظروف الدوري والكلام ده. وفي النهايه الحمد لله يعني بعد كل القصص دي والامور دي كان لازم يبقى في واضح ان كان ممكن يكون في ازمه او خلاف. انت النهارده هتلعب الماتش ده ومش تلعب الماتش ده، لا مين بيلعب مين ما بيلعبش، هل البطل هل الثاني هل مين يشارك، هتلعب في السعوديه ولا في مصر، هتلعب في ابو ظبي ولا في القاهره. في النهايه تم الاتفاق او تقرر اقامه مباراه بين النادي الاهلي ونادي الهلال في القاهره على كاس الملك سلمان، ومباراه الزمالك والاتحاد اتحاد جده في السعوديه على كاس فخامه الرئيس السيسي بالعكس. وتمت الموافقه ايضا على مشاركه النادي الاهلي في مباراه 100 عام زايد ان شاء الله باذن الله هتقام في ابو ظبي. وفي الاخر هيتم التحديد الاهلي والرئاسه تحديد النهائي للمواعيد بالتنسيق مع ما بين الحاج عامر حسين والاستاذ لؤي السبيعي اللي هو مسؤول السعودي في نفس الشان على المواعيد المناسبه. عندنا ارتباطات كتيره، عندنا بطوله افريقيا، عندنا فاينل. في النهايه هيتم تنسيق الميعادين ان شاء الله باذن الله لتكون مباراه الاهلي والهلال في القاهره، وان شاء الله باذن الله الزمالك والاتحاد في السعوديه، وفي نفس الوقت الاهلي يشارك في مباراه 100 عام زايد ان شاء الله باذن الله في ابو ظبي. وبنعتبر ان جزء كبير جدا من سوء التفاهم برضو والازمه انتهى واتحل. طيب انا بس نقاط عاجله. حدد الاستاذ احمد مجاهد ان كان هناك اتصالات على اعلى مستوى بين المسؤولين، وزير الشباب ومسؤول وزير الشباب النظير السعودي، وزير الشباب المصري، ورؤساء الاتحادين، ويعني كان في اهتمام وتنسيق ان يحل هذا الامر، وتقرر وقال هذا الكلام بالنص. اللي بيطلع بقى ده ايه؟ انا مش عارف الموقف النهائي ايه، مش عارف هو هيتلعب لدرجه ان يعني بيتكلم بتفاصيل. قال لك اتفقنا على ان ابطال الدوري هنا، ابطال الكاس في السعوديه، وفي السعوديه مبارا على كاس الرئيس، وفي مصر على كاس خادم الحرمين، وطبعا الجوائز الماليه المقدمه، ويبقى تحديد الموعد. اصل يبقى تحديد الموعد ده معناه ايه؟ ان خلاص هنريح الهلال وهنريح الاهلي، مش هتضغط عليهم في المواعيد. يبقى سبب اعتذار الهلال مش موجود، وممانعه الاهلي ايضا مش موجوده، ويبدو ان الانتظار على اساس مدى نجاح الاهلي في مشواره الافريقي. طيب الحال من بعضه كله مايل، الحال المايل في الخط المايل. قلت لكم استوديوهات التحليل التحكيميه فقره مهمه، خاصه ما انه خبراء التحكيم اللي بيقدموا هذه الفقرات ناس ليهم باع طويلة في التحكيم، معظمهم إن لم يكن كلهم سبق ليهم رئاسة لجنة الحكام. ده اللي كان دايما وأبدا بيلقي بالظلال على أدائهم وتقييماتهم، لما كان البعض منهم
يبقى ضد اللجنة اللي موجودة في تشكيلها هتلاقي فيه انتقادات جادة جدا أو كتيرة جدا، ولما بيبقى حد على وفاق بتلاقي المسألة هينة شوية وبتعدي. لكن إن احنا ندخل لمستوى ميول في الأندية وقنوات الأندية ودايما وأبدا الرجم الدائم للنادي الأهلي، وإحنا أعتقد في ملك وكتابة من الأول فكرة التحكيم والحق وفرض الحق والمطالبة به كان واحد من ضمن ثوابت هذا البرنامج ولن نحيد عنه، مش هنعدي واحدة، اللي حصل مش هيتسكت عنه. إنك أنت تجيب لي حالة تحكيمية علشان تطوعها بشكل معين وتميل للخط علشان تقول لي الأهلي خد غير حقه فتخدم طرف، لا، المسألة دلوقتي كلها مكشوفة وواضحة وهنتكلم بمنتهى الوضوح والصراحة، لأنه الأهلي ما بيطالبش إلا بحقه، وبيطالب في منافسة جادة، في مسابقة محترمة، في حكام جيدين، كل واحد ياخد حقه. ما تديش للنادي الأهلي أكتر من حقه، بس الأهلي كمان مش هيسكت على إهدار أي حق ليه، وفي نفس الوقت هتسهل للأطراف المنافسة، محدش هيسكت. افرض العدالة، طبق القانون، وحد بالمعايير اللي انت بتصفر على أساسها. لأنه أعتقد وجود عصام عبد الفتاح أو كابتن عصام عبد الفتاح كرئيس للجنة وعضو مجلس إدارة الاتحاد يفترض أنه يفرض على الحكام المعايير الواحدة، يفرض مسألة التعيينات، يفرض سياسة الاختيار، ثم يفرض معايير تقييم الأخطاء. لكن أن احنا في بعض الفقرات التحكيمية نلاقي هذا التحامل على الأهلي، قلت لكم مش هنسكت ومش هنعدي حاجة. وصل الأمر يا أستاذ إبراهيم ان انتقائيه الحالات اللي يتعلق عليها بالظبط، ممكن تفوت حالات وتجيب حاجه معينه عشان تخدم. يعني مثلا النادي الاهلي في حالات انا كنت عايز اتفرج عليها واسمع تعليق الناس عليها، لقينا ضربه جزاء من وجهه نظري عايز اشوفها ما تلاقيهاش، ما يجيبوهاش، واخد بالك، ويفضل يركز لك على لعبه في وسط الملعب ودخول جامد والقرار الاداري في يعني تضيع وقت في الحاجات. يعني انا افهم الرسالات التحليليه بقى في البتاع عشان نتعلم في التحكيم، نركز على الاحداث التي تثير الجدل، مش انك عمال بتجيب لي حالات الاوت اترمى ازاي ومش من مكانه والكلام ده، ما ينفعش الكلام ده. احنا وتجيب لي مؤثره لازم بعدين يتقال لك اصل الخط مهندسين بيعملوه صح، بس مهندسين مش متعوبه يا بعدين معاك يا ابراهيم مش انت لخبطت والله باخد كلامك جد ما انت لخبطت البغبغان وبغبغت اللخبطان. يعني ما يجي يقول مهندس هو اللي بيعمل الخط كما يلي عدل، ما هو بمزاجه برضه بالظبط، لان المهندس ده له ميوله وله توجهاته وله استراتيجياته وله حساباته يا عم اللي عايزين حساباته. خطوط وبعدين انا اشوف الشراب وشوف البتاع، طب الشراب اللي هو النهارده ماسكه يقول لك مش هنسكت والعمليه بقت خل، شوف هو كان بيقول عليها ايه قبل كده، جايب لنا الحالات دي ولا لا؟ هتشوف. طيب استوديوهات التحليل في مباراه الاهلي وادي دجله كنموذج، الخط الوهم المصنوع في خطوط اللعب الطبيعيه هي دي المفترض ان هي هتوضح الفارق في التسلل. كابتن احمد الشناوي محلل قناه اون سبورت بيحلل خط البيرو هدف ملغي لوليد ازارو من لعبه السوليه في مباراه الاهلي وحرس الحدود، نشوفها. تيجي بعد كده للتسلل في اللعبه دي وهنا المساعد طبعا يوسف البساطي صاحي، يعني زي ما بيقولوا صاحي. بص اللعبه هنا بقى خلاص، اللاعب هنا مسابق الكوره، لاعب النادي الاهلي مسابق مش المدافع، لاعب مسابق. هنا لاحظ استقامة الخط، يقول لك البعيد والقريب، لا شوف خط الستة معاه ماشي متوازي بالظبط، لأن الحالة صارخة ولا تحتمل التأويل. أهي الصورة تاني أهي. شوف بقى خط الستة، لا بيوسع من قدام وبيضيق من ورا ولا حاجة بالظبط، العملية ماشية، الخطوط متوازية قوي. هات لي بقى الحالة اللي أنت عايز تتكلم فيها. طيب خط البيرو بقى هنا مش مايل، الخط عدل جدا في هدف أزارو الملغي في الحرس. كابتن جمال الغندور في هدف الأهلي بقى في وادي دجلة
في قناة نادي بيراميدز الخط يميل نشوف نفس المعايير هنتكلم. ادي لحظة لعب الكورة، لاعب النادي الاهلي كان في موقف تسلل لانه كان معدي خط التسلل، وبالتالي كان يجب هنا على الحكم انه يحتسب تسلل. الباقي ماليش علاقة بيه، انا ماليش علاقة بالهدف، انا ليه علاقة باللعبة دي، ليه علاقة بالحالة دي، باللحظة دي، لحظة لعب الكورة. زي ما انتم شايفين حضراتكم الحكم المساعد موجود في مكان غير صحيح بالمرة، وبالتالي اتخذ القرار الغير صحيح باستمرار اللعب، استمرت اللعبة وتم إحراز الهدف منه. يعني للدرجة دي عشان تبوظ جون للأهلي تقوم تميل الخط؟ هات يا شوارب الخط التاني عشان حضراتكم تلاحظوا. بص المسافة، الخط هنا شوفوا عند علي معلول الأخضر، شايفين المسافة الخضراء من رجل علي معلول الشمال، هو فضل ياخده هرفه لحد ما بقى بين رجلين بالظبط. وشوفوا المساحه نفسها عند النهايه خالص، شوفوا قد ايه. يعني يا جماعه ارجوكم، انت تحس الخط من عند نقطه الدايره مقطوم. يعني معمول كده للدرجه دي. شايفين حتى مع منطقه الجزاء لا متساوي ولا متوازي مع خط ال 18، والمسافه البينيه هنا وهنا واضحه وضوح الشمس عشان تطلع علي معلول. يعني للدرجه دي. بس اما تيجي بقى اسمع بس اسمع. طب انت بقى ايه يعني؟ انا كابتن الغندور هقول لك انا مالي، انا جاي لي خط بقول لك هو كلم المهندس. ما هي في الاخر هيقول لك مهندس، بس احنا عندنا عينين وبنشوف. يعني الفكره لو انا جايب الخط على استقامته يبقى ماشي خلاص، مش حدش يفتح بقه. ولو اني انا برضو في موضوع الخطوط ده، هل اللاينز مان عنده وقت للشراب والجزمه ورباط الجزمه؟ طيب كابتن جمال الغندور، لعبه للاهلي في لقاء وادي دجله واحتسابها تسلل على الاهلي، نشوفها ونشوف خط البيرو ده كمان. عند تقريبا كلها عند الحكم المساعد الثاني، رفع تسلل هنا. نشوف لحظة لعب الكورة، ادي لحظة لعب الكورة، فين التسلل؟ مفيش تسلل بنفس المعيار وبنفس المقياس اللي بنتكلم فيه عن التسلل. ادي خط الوهمي اللي احنا بنعمله للتسلل. اعتقد هنا اللاعب متغطي، كان في موقف سليم، لا يوجد تسلل في هذه الحالة. طيب شايفين برضو المساحة الخضراء، هنشوف الصورة تاني، هنشوف الصورة تاني عشان تشوفوا حضراتكم شايفين المساحة برضو الخط مايل الحمراء، شايفين ميل الخط واضح ازاي، خط مايل، شايفين الخط الأحمر موضح. بس هو ده عشان يعني المهندس اللي عمل دي عشان يأكد التانية، لكن هو الخط خط مايل، الملعب نفسه الفتح والغامق، الخط مايل خالص باينة من غير ما تتكلم. ايوه ما هو اهو الدايرة اهي باينة. ايوه هو مش النجيل مقصوص، بص يا ابراهيم، هو النجيل مش مقصوص اهو، باين فيه الغامق والفاتح بالظبط. طب ما تشوف الغامق والفاتح باينه خالص، اللي مالهاش دعوه بان ده من قدام ولا من الاخر، ولا واضح خط مايل بوضوح. يعني بص السهم عامل مثلث في الاخر، في يعني في نص المثلث، السهم هنا الاحمر راس المثلث في نص الغامق بالظبط. بص هناك وصل لفين، ما بقول لك راس المثلث. امشي مع خط اصل النجيله، اصل النجيله الابيض ده هتلاقيه عمل مثلث مش متوازي. طيب الحقيقه الخط الاحمر هو اللي بقى ايه من النقطه دي كان يمشي كده متوازي. اذا كان الغرض لخدمه فريق ضد الاهلي حاضر، فده ما كانش موجود عند خبراء تحكيم اخرين اتكلموا في الصحافه واتكلموا على ظاهره اللعب في الخطوط. اليوم السابع كتب فيها عادل عقل انه برنامج الاوتوكاد يؤكد صحه هدف الاهلي في دجله، وقال اهو شوف الخط الخط اهو بالرجوع الى شريط المباراه وبمشاهده الهدف تبين انه قرار المساعد شريف عبد الله صحيح عندما سمح باستمرار اللاعب، وذلك بعد الاستعانه ببرنامج الاوتوكاد اللي بيستخدم في الرسومات الهندسيه الدقيقه، والذي اكد ان مدافع دجله اللي انتم شايفينه اهو ده حاجه جميله جدا جدا بالزبط. جدا للمعمول ده البيرو وده الاوتوكاد. شوف علي معلول فين بقى، هنشوف كابتن نصر عباس، ونصر عباس
حكم دولي سابق، خبير تحكيمي، محاضر في الاتحادين العربي والافريقي والاتحاد المصري. كلهم هو انت فاكر الكابتن غندور محتاج ان هو ما كلهم ناس، والشناوي دي ناس تقايل يعني تقايل. عادل عقل حكم سابق، لكن نصر عباس حكم دولي سابق ومحاضر. اكد عادل نصر عباس لليوم السابع هدف الاهلي صحيح في دجله، اداء مميز للحكم، استغلال عنصريه التحمل العام وعنصر السرعه بشكل ممتاز، الرشاقه والمرونه في تغيير الاتجاه والوصول الى الاحداث بسلاسه ويسر. اكد نصر عباس انه هدف الاهلي في دجله صحيح 100%، وانتقد ظاهره اللعب في الخطوط بس هي اللعب، وانتقد انه اللعب في الخطوط عن 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 غرض واضح. ده صريح تصريحه، وقال انه قرار المساعد شريف عبد الله كان صحيحا 100% نتيجه التمركز الصحيح واليقظه والتركيز في الربط لحظ لمسه الكره، وقال انه موقف اللاعب المتسلل. كشف نصر عباس انه الخطوط الوهميه غير الصحيحه هي اللي اثارت كثير من المشاكل والجدل التحكيمي، سواء كان ذلك للحكام المساعدين او الانديه والجمهور، نتيجة عدم استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي من أهمها استخدام عدة زوايا للتصوير. وقال نصر عباس لليوم السابع أنه هذه زوايا التصوير تحتاج إلى أكثر من كاميرا داخل الملعب، ولعل أهم هذه الكاميرات الكاميرا اللي خلف الحكم المساعد، هي اللي هتجيبه بالشكل الصريح والواضح. وانتقد الكابتن نصر عباس بوضوح اللعب في الخطوط. وعشان كده بقول لك، ولا الخط اللي مايل ولا الحال اللي مايل؟ الضمير هو اللي مايل. ماشي. الحكام، لجنة الحكام قالت ان احنا هنغلظ العقوبات الفترة الجاية، و بتشير اللجنة انها بتنسق مع لجنة المسابقات في اعتراضات الأجهزة الفنية على الحكام، وبتشير أو إنه ده زي ما قالت جريدة الوطن جاي على خلفية اعتراض الجهاز الفني للأهلي بقيادة كارتيرون على قرارات الحكم طارق مجدي. أيوة، لأدار مباراة حرس الأهلي يبقى بنفكر نغلظ، وتشوف الإبكاس والشد في أي حتة تانية. السنة اللي فاتت كابتن حسام البدري وهو في الأهلي بص كده، بص بالبصة، حتى كابتن حسام قال لك يا بالبصة دلوقتي بعديه على طول. شفنا اتعمل إيه في في كابتن ابراهيم نور الدين. واخد بالك من شد وجذب، ولا حد يفتح بقه. لكن اهلي يبقى اول ما تيجي حاله للاهلي، وانا ادعو ان يكون الاهلي اذكى من ان يدي فرصه لحد، لان التلكيك هيبتدي. ولا انا لا ادعو اطلاقا للاعتراض على التحكيم في، وخصوصا في الملعب، وخصوصا لانه مش مجدي، غير انك بتعمل حاله من ال هو سلوك غير رياضي كمان، ان انت تعترض على حاله بتعمل حاله من الفوضى ومش هتوصل لحاجه. اللي عايز حاجه يروح على السكور شيت ويقول له من فضلك اثبت لي دي بس. بس هيثبت ايه ولا ايه اذا كان الفار والتفويت كلام يضحك جدا. بعد اهلا بحضراتكم جديد. ما دمنا بنتكلم على التحكيم والحال المايل والخط المايل والضماير المايله، استوقفتنا ظاهره البعض في المطالبه بالفار. الفار اللي هو فيديو اسيستنت ريفري، الحكم او حكم الفيديو المساعد، اللي استخدم في كاس العالم واثيرت حواليه حالات جدل كثيره جدا. ارتبط الفار باتهامات بالتفويت في كلام يضحك الحقيقه. بعد فوز الاهلي على وادي دجله بالخطا، الجون الاولاني خطا مصعد عوض، كابتن خالد الغندور قال في تغريده محتاجين حكم الفيديو كده، الموضوع بقى اوفر. ده في مباراه وادي دجله. استفز الكلام زميلنا احمد اسامه في قذائفه على اليوتيوب، فعمل فيديو يرد بيه على بندق. نشوف قذائف اسامه. على وادي
دجلة اتقلبت الدنيا على بجيان الزمالك وبدأ الكلام يعود تاني للفجر التحكيمي وان الاهلي بيكسب بالحكام وبدأوا يقلبوا في قديم وجديد وطبعا وصلوا الجول حسن شحاتة لدرجة ان البعض منهم كمان عمل فيديو ازاي تحدد خط التسلل اذا كان مايل ولا مش مايل. لكن الاهم من كل ده ان كابتن خالد الغندور طلع وقال احنا خلاص الامر بقى اوفر قوي محتاجين حكام تقنية الفيديو. الحقيقة ان كل الجدل اللي تم حوالين الهدف ده بيبرق ساحة النادي الاهلي من تعمد الحكام مجاملته. ليه؟ لاننا لغايه دلوقتي مختلفين، هل الخط مايل؟ لا الخط موازي لل 18، لا رجلي معلول سابقه، لا مدافع وادي دجله مغطي، كل ده بيؤدي في النهايه ان ده خطا وارد ممكن يقع فيه احسن مساعد في العالم. وبالمناسبه ده مش كلامي، ده كلام كابتن خالد الغندور نفسه اللي شايف ان الامر بقى اوفر قوي ومحتاجين تقنيه الفيديو. تعالوا نشوف راي كابتن خالد الغندور في هدف وادي دجله اللي اتلغى في موسم 2016 2017 قدام الزمالك. هدف اللي احرزه محمد هلال اللي هو احد نجوم اللقاء هدف سليم مليون في المية. مين اللي حسبه اوفسايد؟ ايمن دجيش اللي واحد من افضل المساعدين في العالم مش وفي افريقيا واحسن مساعد في مصر. قد يخطئ الكرة، هو لعيب مادد ورجله التانية عاملة كده، فرجله اللي هي عاملة كده وجسمه عامل كده، رجله اللي تحت دي ممكن وارد ان هو ما شافش حتة الشبرة وبتاع، فبتحصل 9440 الف مرة، بتحصل 9440 مرة. لكن الكابتن خالد عايز في المرة 9441 يستخدم تقنية الفيديو لان الامر بقى اوفر قوي. وخد بالك الكابتن خالد، انت كنت بتبرر لايمن دجيش اللي انت شايفه احسن مساعد في مصر من احسن مساعدين في افريقيا وفي العالم اجمع، يعني لما يكون في حكم اقل من ايمن دجيش المفروض يكون في التماس عذر اكتر من كده كابتن خالد ولا ايه؟ تمام، ان فرق شبر اوفسايد ولا مش اوفسايد، ده كان في فرق شبرين اعتقد لبرشلونه قدام ريال سوسيداد في الاوقات الاخيره وتم احتسابها اوفسايد من قبل مساعد الحكم الاسباني. ولكن هنا هسال سؤال وده طبعا بوجهه للكابتن احمد حسام ميدو، لان كاتبين لي ان كابتن احمد حسام ميدو قال انا زملكاوي وانتوا اللي عاوزين بس كفايه التحكيم بقى وانتوا اللي عاوزين تدوا الدوري للاهلي وللزمالك الابيض والاحمر ما تدهوله. الكلام ده اتفق مع احمد حسام ميدو في حاله واحده، لو مثلا واحد راح واحد تك راح مديله ما اعرفش ايه فالحكم عمل نفسه مش شايف فراح ما حسبش ضربه جزاء مثلا. هو مبدئيا يا كابتن خالد الكابتن احمد حسام ميدو ما قالش كده وبس، لا ده هو قال كمان نصيا ان انا النهارده كنت بلاعب الزمالك والحكام. لكن مش ده المهم، خلينا في المهم. حضرتك بتقول ان انا ممكن اتفق مع غضب احمد حسام ميدو لو كان مثلا الحكم لغى ضربه جزاء مثلا، صح؟ طب زي دي كده كابتن خالد؟ نيجي هنا بقى ركله الجزاء، وانا عايز اقول في حاجه. اللعب اللي دي هناك فرق بين ان انا انجح في لعب الكره وما نجحتش، او ان انا انجح وبعدين ارتكب مخالفه بعد ما انجح في لعبها. هنا اللعبه دي لاعب دجله نزل عمل تاكلينج بيلعب في الكوره، هتلاقي بياخدها، هتلاقي لاعب النادي الاهلي اللي هو ميدو جابر بياخدها بعد كده وبيعدي، هتلاقي اللعيب بيرفع رجله لانه خلاص فقدت الكوره، بيعمل عرقله لميدو جابر وبالتالي العرقله موجوده، لكن طبعا القرار ما كانش موجود. هنشوف الحاله لما في الاعاده. بص بقى اللعيب اهو، مين بياخد الكره؟ الاثنين عندهم نفس الفرصه متساويه، بعدين بص الرجل بقى بتطلع لفوق ازاي؟ خلاص بتعوق تقدمه والعرقله موجوده اهي، خلاص اللعيب هيعدي ازاي؟ حاطط له رجليه بين الاثنين، فما هنا التعديه صعب. اعتقد يا كابتن خالد واضح جدا انه مدافع وادي دجله وهو على الارض رافع رجله الشمال لغايه لما تخطى ركبه ميدو جابر وعرقله ميدو جابر، والحكم كان شايف الواقع ومفيش اي لاعب حاجب زاويه الرؤيه عن الحكم. وده كلامك انت الاخطاء التحكيميه اللي ممكن بجد نغضب ليها. كمل يا كابتن خالد نشوف هتقول ايه. واحد مثلا بغطي ب 3 كيلو مثلا فراح انفراد فراح مساعد حكم رفع فقال لك دي اوفسايد وكره جت جون. وكانك يا كابتن خالد كنت راكب الف الزمن في 2016 عشان تتكلم عن مباراه هتحصل في 2018، بس هي فرقت معاك في طرفي المباراه، بدل ما هي الزمالك وادي دجله بقت الاهلي ووادي دجله، وانت بتتفق مع كابتن حسام ميدو في غضبه لو كانت ضربه جزاء واضحه
وجبنا ضربة الجزاء، وكمان بتتفق لو كان في تسلل متغطي بثلاثة متر، وده تسلل لميدو جابر متغطي تماما من ثلاث لعيبة من مدافعي وادي دجلة. الأهم إن ميدو جابر وقت انطلاق الكرة كان بره ال 18 وكان في مدافع من وادي دجلة داخل منطقة الجزاء، وده مفيش أسهل منه قرار على حكم المباراة أو المساعد، ولكن المساعد قرر إن يبقى ميدو جابر تسلل ويحرم الاهلي من فرصة هدف مؤكد لما الكرة وصلت لوليد سليمان اللي بالفعل شاطها داخل المرمى. لكن هنا السؤال الهام، هل بالفعل لو علي معلول كان متسلل فده يعتبر خطأ تحكيمي فادح؟ لا لا ميدو، ده يعني ده انت لعيب عالمي، ده فرق حتة قد كده، يعني حتة قد كده، الجون جون ونؤكد ان الجون جون، لكن ده وارد يا جماعة وحصل 100,000 مرة قبل كده وحصل مع كل الفرق. الظلم التحكيمي ليس له علاقة بان في حتة زيادة او حتة ناقصة، ما مساعد الحكم بيشوف في ثانية، مساعد الحكم بياخد القرار في ثانية صح، والظلم التحكيمي ملوش اي علاقة بحتة صغيرة او حتة كبيرة برضو صح. وده كلامك كابتن خالد لما الامر تعلق بمباراة للزمالك مع وادي دجلة، ليه لما الامر تعلق بمباراة للاهلي مع وادي دجلة كلامك اتغير وبقى الامر اوفر قوي ومحتاجين تقنية الفيديو؟ انا كمان زيك بطالب بتقنية الفيديو والحق يبقى عليا وعليك، لكن كمان بطالبك ان يكون معيارك ثابت في المواقف المتشابهة، مش وقت الزمالك تدي مبررات ووقت النادي الاهلي يبقى الامر اوفر قوي. مش الحتة دي يعني اللي خلت بقى الحكم والمعرفش ايه والحكام ودوا الدوري للاهلي وللزمالك وفي الوان تانية غيرهم، يعني مش دي اللي تخليني ابقى متاثر قوي ومتضايق قوي ومتنرفز قوي. يعني دي ما فيش تعليق يعني فند له الكلام، ولكن حتى اسامه خد من افتراض ان اللاعب متسلل بالشراب اللي هو كان ده بيفترضها اللي بعد كده الخطوط الميلة اوضحت تماما ان هذا كلام عاري من الصحة. حتى يا ريت في الفارو يا كابتن خالد عشان ينصف الاهلي، كان نصف الاهلي في الكرة دي كنا كل ناس كتنا. مش الفار بس، ده كمان الكلام وصل عن او للتفويت، الكلام في اخلاقيات اللعيبة. قال الكابتن خالد الغندور: البعض كان يشكك في نزاهة طارق يحيى ونزاهة أوباما عندما كان يلعب في الاتحاد، والآن ما رأيك في مسعد عوض؟ وأنا لا أشكك في نزاهته، ولكن أفضح هؤلاء الذين يبحثون عن الإثارة لمجرد أنه الزمالك. طيب يعني إذا كان خطأ مسعد عوض، وخالد الغندور راجل كابتن كورة كبير، وزي ما هو قال لميدو انه حتى الاخطاء التحكيميه دي وارده وبتحصل في كل الدنيا 9441 مره، حتى اخطاء اللعيبه بتحصل في كل العائلات، اخطاء حارس المرمى بتحصل مع كل حراس المرمى، يجي يبصيها لحد تاني، ما اقدرش ابدا لو عملها جنش اقول ان جنش مفوت، ما اقدرش ابدا اتهم اتهام زي ده لمجرد انه خطا في اللعب، خطأ تقديري منه في اللعب. هل كنت أقدر يا كابتن خالد أتهم الشناوي الحارس الكبير الدولي، واحد في رأيي من أكتر الحراس الموهوبين، أظن الكرة دي كان جنش ما كانش الشناوي، لا الشناوي في مباراة الزمالك والمقصة السنة اللي فاتت نفكركم بيها. من الصعب أن نتكهن ونتوقع لنتائج الفريقين، معنا كرة ملعوبة الشناوي، محاولة لهدف أول، كرة ربما تزور الشباك وهدف أول يأتي مع الدقيقة الثالثة، الشناوي يخطئ هنا في التمرير يلعب الكرة لكن اختلصها هنا الغاني جون أنتوي ليسكنها داخل شباك الشناوي مع الدقيقة الثالثة، هدف أول مبكر لمصلحة فريق مصر المقصة. مصر المقصة يفتتح هنا التسجيل جون أنتوي، كرة ارتدت من المدافع هنا علي جبر على ما يبدو للحارس احمد الشناوي اللي اخطأ خطأ فادح، خطأ ساذج في محاولة ايصال الكرة الى الزميل، ولكن هنا التمريرة كرة ضغط اللاعب حسين الشحات اللي استغل الفرصة سددها راحت كما نتابع في الاعادة تتباطأ هنا ولكنها تتهادى تتمادى. يعني لا يمكن ان نتهم احد، الشناوي كان بيتعمد يديها لجون انتوي، واخد بالك؟ وكرة بقى ايه
على الاقل دي جوه ال 18 واداها له وما فيش بينه وبينه بينه وبينه 3 4 متر، مش الثانيه اللي خرجت بره ال 18 نتيجه لعيب يضغط عليه. فاللعيبه متسرع والثانيه عايزه مهاره شديده جدا عشان تعرض هدف. لكن تعالى بقى، هو بيقول ان مسعد عوض بيجامل الاهلي عشان كان بيلعب في الاهلي، ده كلام جميل، بس ده مسعد عوض يا استاذ ابراهيم مشي من النادي الاهلي لانه ما لعبش، واللعيب اللي بيطلع من النادي الاهلي ما لعبش بيبقى مجروح. صحيح. لانه هو مش من ولاد الاهلي، هو جاي لك من نادي تاني، من يعني هو اصلا من اسماعيل. طب نفترض انه جاي لك لانه اهلاوي، طب ما تشوف هو مسعد عوض ده اهلاوي ولا زملكاوي؟ طب لو طلع بقى زملكاوي يبقى هيعمل كده ليه؟ نشوف. اهلاوي ولا زملكاوي يا اسطى؟ لا انا زملكاوي. زملكاوي؟ زملكاوي. والله دي مفاجاه، انت بتقول الاهلي كان بيشجع زملكاوي. لا بس بشجع الاهلي برضه يعني. لا بشجع كوره. راجل كشفت يا نجم، كشفت. طب ومصعد اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا غير اسماعيلاوي، انا عارف اسماعيلاويه يعني معظمهم زملكاوي، مش عارف بقى انت شكلك اسماعيلاوي اهلاوي. بتقول يا مصعد ايه المشكله يا مصعد؟ انت خايف من كل حاجه؟ بتقول يا مصعد هو حاجه تخوف لما تقول انتمائك وانت بتحب، اصل انت بتلعب للتيشيرت الاسماعيلي دي حاجه، وانت كاهلاوي زملكاوي دي حاجه ما تعيش. انا زملكاوي، احنا اولاد عم. زملكاوي اولاد عم احنا. زملكاوي ولاد عم. بس لو جالكوا عروض في النادي الاهلي وكده تلعبوا عادي. بالظبط. الاحتراف يا كابتن مفيش فيه اهلاوي ولا زملكاوي يعني. هو اكل العيش يا كابتن بقى انت عارف. بس غريبة المنصوره اهلاويه كتير يعني. كلها اهلاويه. انا اللي خلاني ابقى زملكاوي بصراحه من صغري. لما كنا نروح نلعب الاهلي الحكام كانت تنزل علينا ايه؟ حرام عليكم بقى، كرهت الاهلي بقى بصراحه. فمن ساعتها بقى حسيت ان يعني الحكام مع الاهلي فما بصراحه. طيب طلع زملكاوي، طلع الراجل زملكاوي. وبعدين هي حاجه غريبه صحيح، هو لعيبه الاسماعيلي لما ينتقلوا للاهلي لو نجحوا يبقى الاهلي بياخد بطولاته بلعيبه الاسماعيلي، لو غلطوا يبقى فوته للاهلي بعد ما مشيوا منه. يعني في الحالتين مفيش منطق. وبعدين هتتكلمون على التفويت؟ ما احنا قلنا اخطاء الحكام، اخطاء اللعيبه في الملعب لكل اللعيبه وارده جدا من كل الناس. ما اقدرش ابدا اتهم لا الشناوي ولا مصعد عيب. لكن كمان، لكن لو عايزين نتكلم على التفويت او على اعتراف لاعب بعرض لسانه، خد اللي جايه. قول لي بقى الفرق اللي انت حظك حلو عليهم دايما، يعني بتتالق في ماتشاتهم. انا قدام الاهلي. قدام الاهلي. بحب ماتشات الاهلي ليه؟ طول ال 90 دقيقة ما بيبقوش 90 دقيقة يعني، بيبقوا أكتر من طبعا بيخش 95 دقيقة بوقت ضايع الكلام ده. فأنت طول ما أنت عليك هجمات كتير وشغل كتير فأنت فايق على طول ومركز في المباراة. لكن الزمالك بيخش فيك على طول. ببقى من جوايا كده ببقى مبسوط. تبقى مبسوط. ليه أنت زملكاوي ولا الكاوي ولا إيه؟ والله. والله. لما يخش فيك هدف من الزمالك عادي؟ لما يكون بس محتاج دوري ولا حاجة كده وإحنا نبقى في الأمان 100 100 مفيش مشاكل يعني. مفيش مشاكل. حصلت معايا مع كابتن حسام ساعتها كان. بس أنت جريء قوي على الهوا بتقول الكلام ده. لا قعد ما بكسفش ما بخافش من حاجة. فكان الكابتن حسام ساعتها مش عارف راجع من وقفه ايام حسام حسن. حسام حسن ايام كان في الزمالك ولا الاهلي؟ لا في الزمالك اوتوفوستر وكده. فراجع بردك من وقفه ومش اصابه حاجه زي كده، كسبهم الحدود في الحدود 1-0 ورجع. كان عندنا مباراه المحله في المحل، هو بردك من المحله والزمالك. كان مش عارف مين اللي رفعه من ناحيه اليمين فطار عليها بدماغه وحطها بدماغه في الزاويه ده كنت معاه. حضنته بعد ما جاب الجول. انا من جوايا. وبعد كده اتقلقت في الماتش، لو جبت الماتش خلص 1-0 يعني خلاص الحمد لله الزمالك، بس عملت ماتش كويس. ماتش كويس يا راجل، انت كنت عايز تحضنه؟ لا لا انا من جوايا بقى زملكاوي قوي. فعلا شر الباليه ما يضحك. ده ناصر فاروق حارس مرمى غزل المحله في اعترافه عن ازاي كان بيبقى مبسوط لما يسيب كوره للزمالك وحسام حسن والزمالك محتاج المباراه. الكلام ده مر مرور الكرام على اللغو، ولا حد اتكلم فيه ولا حد حاسب ولا حد حقق، مع ان الكلام ده لو حصل في انظمه كرويه ورياضيه جاده لا تطير فيها رقاب بجد لما يبقى فيه اعتراف بهذا الشكل. لكن عندنا كل حاجه بتعدي الضخم دي والمصيبه الكبيره بتعدي. انه اي حد من حارس مرمى هيغلط الخطا الطبيعي، لكن لما يبقى في اعتراف بهذا الشكل
عدى برضو محدش اتكلم. باشمهندس النهاردة أثيرت أزمة كبيرة جدا. احنا الحقيقة كان في حاجة قضية مهمة عايزين الناس يفكرك، لكن فيها فيديوهات كتيرة مش عايزين نظلمها، ومش عايزين نظلم الخبر المهم اللي أثير اليوم بشأن علاقة محمد صلاح مع الاتحاد المصري لكرة القدم. كان الغريب والعجيب ان الامور تتطور الى هذا الحد سريعا. رامي عباس وكيل محمد صلاح، محمد صلاح نجم عالمي كبير تفخر به مصر كلها، بعت رامي عباس لاتحاد الكرة جواب الاتحاد، او بعته الاول ايميل لهاني ابو ريدة ما فصحش عنه، كان قبل العيد بثلاث ايام. ثم اتبع محمد صلاح امبارح بتغريدة مش عايزين يردوا عليا، الناس دي مش فاضية، وكلام كان نص تغريدة في انتقاد كبير لاتحاد الكرة، هو واضح قدامكم ده نص الكلام اللي قاله محمد صلاح. قال محمد صلاح أو قال رامي عباس في خطابه: كما تعلمون الاتحاد المصري لكرة القدم تسبب في أذى بالغ لمحمد صلاح في الشهور الماضية، وهذا أمر لم ننساه ولا يجب عليكم نسيانه. لم تجعلوا صلاح مستريحا أثناء تأدياته واجبه الدولي، ولا أستطيع تذكر أي اتحاد محلي قد يعامل لاعبا بهذا الشكل المخزي والمكروه مثلما عاملتم صلاح. فشلكم في كأس العالم نتيجة مباشرة لسوء إدارتكم التي أبديتموها مثلما سجل صلاح في الوقت الضائع ضد الكونغو. نجاح الفريق في الملعب تراجع للمقعد الخلفي منذ ذلك الوقت. حاليا نحن نراجع موقف صلاح من اتحاد الكرة. صلاح يضع مصر في أعلى مكانة، ودائما لا يجد الكلمات المناسبة ليصف شعوره أثناء اللعب لمنتخب مصر، ويتمنى أن يمثل مصر لأعوام وأعوام قادمة. محمد وطني حقيقي، ومثلما قال توماس جيفرسون أحد الآباء الأمريكيين المؤسسين من قبل، المعارضة هي أعلى ممارسة للوطنية. وعايز يصنف نفسه الرجل معارض. قد نطلب من رئيس وإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الاستقالة بأسرع وقت. مطالبتنا من عدمها تتوقف على استجابتكم لتلك الرسالة، وكيف تعامل الاتحاد المصري مع الأوضاع في الأيام المقبلة. هذا ما سنشرحه في السطور الآتية. بيقول وكيل محمد صلاح بعد ما طالب بالاستقالة أو قال هنطالب بالاستقالة لو ما عملتوش الحاجات ديت، هي إيه؟ بيقول: رغم إعلان الحب الواضح من اتحاد الكرة لصلاح عبر الإعلام، الاتحاد في كل مناسبة لم يحترم محمد صلاح ولم يبذل أي مجهود لإراحته أثناء تأدية واجبه الدولي. الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، وحتى الآن صمتكم يصم آذاننا. ببساطة الأمر الوحيد الذي يجب على اتحاد الكرة الاستفادة من صلاح فيه هو لعب كرة القدم للمنتخب لا أمر آخر. هذا أمر هام يجب أن تفهموه وتقبلوه. بعيدا عن التدريبات والاجتماعات الفنية، يجب أن تعلموا أن صلاح بالنسبة لكم حي عند ركلة البداية وحتى ركلة النهاية. بعد ذلك وقبل ذلك صلاح ليس موجودا بالنسبة لأغراض اتحاد الكرة. من الأسهل لكم أن تفكروا أن صلاح غير موجود في تلك الأوقات، وكذلك لا أحد من اتحاد الكرة مسموح له أن يتناقش مع صلاح في إمكانية مقابلة أحد المشاهير له أثناء وجوده مع اتحاد الكرة. لن نتسامح مع الاتحاد المصري في سماحه للناس أن يعسكروا أمام غرفة محمد صلاح في الساعات الأولى من الصباح، والدق على بابه في الساعة الثالثة أو الرابعة فجرا من أجل إمضاء على أوتوغراف أو صورة، أو تعامله مع الزحام أثناء التوجه لملعب المران. على الاتحاد المصري ما يلي. الراجل طالب ايه لمحمد صلاح علشان ما يطالبش اتحاد الكرة بالاستقالة؟ عايز 2 بودي جاردات خارج غرفة صلاح طوال الوقت، حارسان خارج غرفة صلاح طوال الوقت، واخر على المصعد في الدور الذي تكمن فيه غرفة صلاح. كل الاتصالات الهاتفية لغرفة صلاح ممنوعة. لا يمكن توقع ان يكون صلاح متاحا لاي انشطة ترويجية او حوارات او مقابلات او انشطة دعائية أو زيارات رسمية أو زيارات VIP أو جلسات تصوير أو أي أمر مشابه عن طريق اتحاد الكرة. كل تلك الأمور يجب تنسيقها معي شخصيا كالمدير الوحيد للشركة. توقعوا أن يتم رفض كل طلباتكم في أي وقت يسافر فيه صلاح لأداء واجبه الوطني،
على اتحاد الكرة أن يضمن أن يتم إيصاله من الطائرة مباشرة إلى غرفته في الفندق بشكل سري، وكل من يتعامل معه عليه أن يعلم أن ليس من حقهم طلب الصور أو التوقيعات أو محاولة تعطيله بأي شكل من الأشكال. أي أحد يعمل للاتحاد أو قريب له بأي شكل من الأشكال وضيوفه ليس من حقهم طلب إمضاءات أو صور، سيكون هناك وقت ومكان لتلك الأمور عن طريق الشركة وليس عن طريق اتحاد الكرة. صورة صلاح لا يجب استعمالها بأي شكل من اتحاد الكرة أو رعاته دون أي موافقة كتابية من الشركة. لا استعمال فردي لصورة صلاح أو جماعي مع المنتخب، ما يتصورش صورة جماعية. كونكم فشلتم في كل محاولاتكم للإيقاع بيني وبين صلاح، ده الوكيل بتاعه رامي عباس، كل مجهوداتكم يجب أن تركز على التأكد أن صلاح مرتاح وليس مدمرا عندما يلعب لمنتخب مصر. على المدى القصير استجابتكم لتلك المطالب والشروط ستحدد إذا كنا نصدقكم أم لا، وفي حال عدم حدوث ذلك على الاتحاد المصري كله الاستقالة، وكذلك أظن أن الشعب المصري يوافقنا في هذا الأمر. تلك الأمور ليست قابلة للتفاوض. قال بالنسبة للإعلام، في انتظار ردكم في موعد أقصاه 27 أغسطس موقعا من رئيس الاتحاد، لن نتحدث للإعلام أو عبر وسائل التواصل، لكن يمكننا التراجع عن هذا القرار في أي وقت. أما بالنسبة للكلمات التي قيلت عني درامي عباس من قبل الاتحاد المصري والذين يتحدثون من قبلهم، أقترح عليكم بالنسبة بشكل عملي بالنسبة لي أن تنظروا للتاريخ القصير بيننا وتروا إن كان يمكنكم الوقوف أمامي أو الحرب معي في الإعلام أو في المحاكم. والنبي إبراهيم عشان أنا خلاص، ده راجل بلغ إلى حد الغرور والشخصنة، رامي عباس وهو اللي هيضيع محمد صلاح. كل طلباته معقولة، كل طلباته قانونية ما عدا الاثنين بوديجارد، كل اللي اتكلم فيه موضوعيا صح، لكن هذا يهدد الاتحاد ويطالبه بالاستقالة. تمين تمين، انت بتضغط على مصر عشان انت مدير اعمال صلاح؟ اتحاد الكرة اذا كان يستقيل لاسباب اخرى، مش انه اختصمك، انت جاي تقول له رد عليا يا تستقيل؟ ايه الكلام الفارغ ده يا استاذ ابراهيم؟ هذه بس هم اللي حطوا نفسهم في هذا الموقف، انهم يوصلوا انه يخشوا في معركه مع شخص، ده راجل مدير اعمال لاعب بيحميه وبيحمي مصالحه، في اطار مصالح اللاعب هو عنده كل الحق، في اطار التعالي والتحدث مع الاتحاد المصري الذي اطالبه بالاستقاله، انا لا اقبل ان يتحدث مع اتحاد بلدي بهذا الشكل ابدا. انا اذا كنت اطلب من الاتحاد المصري بالاستقاله كنت هطالبه لأسباب ما حدث في كاس العالم، اسباب ثانيه، ومش استقاله نتيجه ان هو لازم يقول انا فاشل لانه خاض التجربه لم يؤديها على اكمل وجه. مين بقى اللي مسؤول؟ عناصر عنده. انا شايف الدنيا ماشيه زي ما هي، في عناصر كان في المنتخب، في عناصر بره المنتخب، في شركات، في مش عارف ايه، الكلام ده كله لم نصل فيه شيء. لكن اتحاد الكرة لا، ده اتحاد بلدنا ما حدش يتكلم معاه بالطريقه دي، وبديكوا انذار والشعب معايا. انت بتضغط على مصر بابنها، انت مين انت؟ لا، مرفوض الكلام ده. شوفوا وصلاح اوعى يقع في براسن هذا الرجل. يا صلاح انت من حقك حقوقك، وهو من حقه كشركه يقول لهم انا الكلام ده مش ترد عليا، انت مش عايز منه رد، ده دي حقوقك نفذها. انت عايز رد منه في ايه؟ انت تيجي تقول لهم من فضلكم صلاح يوصل من الطياره الى بيته امنا من غير مظاهرات، حقك يلقى الرعايه والعنايه، حقك محدش يجي قدام اوضته ويخبط عليه، مفيش تليفونات، حقك، كلها امور طبيعيه لصلاح وبقيه اللعيبه. ادوني ده مش صلاح بس، ده كل اللعيبه طبعا، حقك. محدش يتصور معاه ولا يتكلم معاه غير من خلال اوتوجرافات، حقك. انما اتكلم اتحاد دوله يا تسمع كلامي يا تستقيل، وانا مستني ردك وهشوف هعمل ايه. انت صحيح، انت وبعدين تقول له ايه؟ واذا كان شعب مصر يقبل؟ انت بتكلم شعب مصر انت؟ أنا آسف. شوفوا دي منتهى الجليطة،
اللي رد عليها اتحاد الكرة ببيان قال ما معناه انه هذه اللغة غير مرفوضة، تابع انه غير مقبولة، يعني غير مقبولة بالمرة. قال الخطاب الموجه لرئيس الاتحاد لا يجوز بأي حال من الأحوال للاعب، يا جماعة محمد صلاح في نين العين قوي، محمد صلاح غالي على مصر جدا، هذا الصراع يقضي على صلاح، لكن معنى انه صلاح يسمح، لان ده راجل بيستغله، يسمح لوكيله محاميه يخاطب اتحاد بلده بهذه اللغة، يتجاوز مع رئيس الاتحاد في هذه اللغة اللي الاتحاد عبر في بيانه عن رفضه الشديد ليها. لا، محمد صلاح غالي جدا وله قيمته، بس لو ما حافظناش على الأصول وعلى الضوابط نبقى بنهد المعبد على اللي فيه. أنا عارف، مفيش حاجة اسمها كده، اللاعب لاعب والمدرب مدرب والإداري مدير إداري. مدير اتحاد الكرة، اتحاد الكرة عنده تقصير في جهات تحاسبه، في لجنة أولمبية تسحب الثقة منه، في جمعية عمومية تنعقد وتسحب الثقة منه، عنده فساد ولا عنده تجاوزات في وزارة تحاسبه، في رأي عام مصري يقدر يحاسبه، مش هيجي واحد اسمه مرامي مش عارف إيه هو اللي يجليط بكل هذه الجليطة وهذا الإسفاف وهذا الابتزال مستخدم اسم محمد صلاح. محمد صلاح غالي جدا، بس كمان النظام والضوابط والأصول هي اللي هتخلينا نستفيد من محمد صلاح ونستفيد من رمضان. أنا بس مش صعبان عليا في الموضوع يا أستاذ إبراهيم غير محمد صلاح اللي هيدفع ثمن الفاتورة دي، بيضغط عليه من الطرفين، بيضغط عليه من الطرفين، لكن في طرف لا يليق له ان يتحدث مع الاتحاد المصري بهذا الكلام. ما تاخدش محمد صلاح سلاح تضربنا بيه وتقول الشعب، الشعب ده اللي بيقعد يصوت له عشان يبقى احسن لاعب في العالم يعامل بهذا الشكل؟ لا، لن يقبل هذا الشعب. ومحمد صلاح مطالب انه يعتذر عن هذه اللغه اللي تحدث بها، مش الحقوق، حقوق خدها، لكن محمد صلاح يقول ما كان ينبغي ان يتحدث بهذا، هو اللي يعتذر. خلاصتها اتحاد الكرة هو الجهة الشرعية المحترمة اللي بتدير الكرة، عندها تجاوزات، عندها مخالفات، عندها مشاكل، عندها معوقات، بنختلف معاهم في إطار الموضوعية، في جهات تحاسبها. مفيش لاعب محمد صلاح أو غير محمد صلاح يوم ما هتسمحوا لمحمد صلاح يمشي اتحاد الكرة مش هتبقى في مصر في كرة، لا محمد صلاح ولا رمضان صبحي ولا أي لاعب كائن من كان. أرجوكوا النظام نظام، يوم ما تلاقوا في لاعب في النادي الاهلي وما تكلموش الشعب ابدا ويشترط انه عشان يلعب يمشي مجلس الاداره، ايه الابتزاز ده؟ تبقى الفوضى والسلام. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى مؤسسه رياضيه تربويه ضابطه ومنضبطه، ودام لكم الاهلي دائما بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير. الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.